مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وكلمه اخيره. النهارده الرئيس حضر كعادته الاحتفال السنوي بعيد الشرطه، كرم اهالي الشهداء وتحدث عن الازمه الاقتصاديه العالميه وتاثيرها علينا، احنا جزء من هذا العالم، واتكلم ايضا عن اهميه المشروعات القوميه وتحدث عن الاعلان عن سيناء خاليه من الارهاب قريبا، وذلك في احتفال كبير يقام في العريش. تحيه لرجال ونساء الداخلية والشرطة، والحقيقة أن الداخلية لم تعد رجالا فقط لكن فيها ضابطات أيضا بيقوموا بمهام كبرى، فتحية لهم جميعا وتحية لمن يضحون بأرواحهم لكي نعيش في أمن وسلام. لازم دايما نفتكرهم وما ننساهمش، مش بس نفتكرهم في أعياد الشرطة ولكن دايما نفتكرهم، لأن هؤلاء من فعلا ضحوا بأرواحهم كي نعيش في أمن وسلام. هنتابع الاحتفال في فقرتنا الإخبارية الأولى، لكن بعد كده عندنا ثلاث فقرات. فقرة هنناقش فيها قانون الطفل اللي بيمنع عقابا مشددا للأحداث أقل من 18 سنة، وبيسمي الأطفال اللي هم من عمر 15 ل 18 أحداث. ده القانون، هي دي المواثيق الدولية اللي مصر ملتزمة بيها، لكن ماذا عن الجرائم الصعبة زي القتل والاغتصاب، الجرائم اللي بتودي بحياة الناس؟ كيف نعاقب عليها من هم أقل من 18 سنة، حتى ولو بيوم واحد، حتى ولو بشهر أو أقل من سنة؟ ده هيكون نقاشنا القانوني النهاردة. في فقرة أخرى هنتكلم عن الجمعيات الأهلية ودورها في المرحلة الحالية ودورها لمواجهة الأزمة الاقتصادية. هيكون معانا أستاذ محسن سرحان مدير التنفيذي لبنك الطعام المصري. أيضا هتكون معانا في فقرة أخيرة الفنانة الشابة إنجي وجدان. ليه إنجي وجدان؟ لأنها أطلقت مؤخرا على صفحتها على السوشيال ميديا مبادرة أنت جميلة زي ما أنت. ساعات بنفكر أن الجمال له مقاييس معينة سائدة، لكن الحقيقة لا، إحنا اللي بنفرض معاييرنا. هنتكلم بقى على معايير الجمال، هل السوشيال ميديا، هل الأضواء بتفرض علينا معايير معينة، تخن، رفع، جمال، شد، كلام ده كله، كل دي معايير لازم تبقى عندنا إحنا معاييرنا للجمال. يلا نبتدي الحلقة. احتفال 71 بعيد الشرطة، هذا التاريخ الذي لا يجب أن ننساه، هذا التاريخ الذي يجب أن نذكر به ولادنا، نذكر به الشباب، نذكر به أجيال، يمكن ناس الأجيال الجديدة ما بتقراش قوي في كتب التاريخ، أجيال الجديدة حتى لو كان التاريخ ده مكتوب في كتب الدراسة وكتب اللي بيذاكروها ما بيقفوش قدامها كتير. ده تاريخ مهم جدا، 25 يناير 52 لما وقفت قوات الشرطة في الإسماعيلية وتصدت للقوات البريطانية، وده كان يعني سلسلة من الأحداث ومن المقاومة المصرية للاحتلال البريطاني، بداية من بدأت ب 51 وإلغاء معاهدة 36 حتى قرر فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وقتها في 52 انه يسمح لقواته بالصمود، وده هنا كان قرار مهم جدا من فؤاد باشا لانه هنا هو كان وزير للداخلية، لكن القوات الشرطة في الإسماعيلية أرادت أن تثبت يعني أمرا مهما وتثبت صمودا أمام الاحتلال البريطاني. فالحقيقة أن دي قصة من قصص التاريخ المصري لا يجب أن ننساها. انتهت طبعا كل هذه السلسلة بحريق القاهرة ثم بعد ذلك بثورة 52 اللي كان فيها الجلاء البريطاني بعد ذلك كاملا في 56 من على الأراضي المصرية. شاهدنا فيلم في هذا الاحتفال اللي حضره السيد الرئيس النهاردة، كان في عدة أفلام درامية الحقيقة وتوثيقية بتحكي الحكاية، حتى أن الرئيس طالب أنه كل هذه الشخصيات يتم توثيقها في أعمال درامية كي يعرفها الشباب ويعرفها ويحفظها التاريخ. إحنا كلنا يعني غير الكتب عرفنا التاريخ من الدراما، عرفنا التاريخ من الأفلام، كل دي أفلام وثقت لنا التاريخ.
والحقيقة ان النهاردة كان في برضو عدد من الأفلام التوثيقية ل يعني ما حدث في 25 يناير 52. أيضا الرئيس شهد عدد بقى من كان في تكريمات لأبناء الشهداء، وكان في تكريم أيضا وفيلم تسجيلي عن المقدم طارق عبد الوهاب أحد مصابي الداخلية أثناء مواجهة الأحداث الإرهابية 2014، واللي يعني كان ضمن رجال الشرطة اللي بدروا بتفكيك القنابل والعبوات في 2014 واللي زرعتها الجماعة الإرهابية، وطبعا أدى ذلك إلى بتر ذراعيه في إحدى العمليات. الحقيقة أنه ده كان مشهد مؤثر جدا، أن احنا نشوف المقدم طارق عبد الوهاب وهو يداه مبتورتان، ولكن الريس طبعا حياه وصدق على ترقيته إلى رتبة عقيد، من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، وقال له بقول لك يا طارق والكل اللي ظروفهم ما سمحتش أن هم يكونوا معنا في العمليات اللي كانت في مواجهة الإرهاب خلال 10 سنوات، أفرزت كتير من شهيد ومصاب، مين هيعوض طارق ده؟ في رجال كتير زي طارق، منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حتة من جسمه عشان مصر تبقى في أمان وسلام. أيضا كرم الرئيس عدد من أسر الشهداء زي ما احنا شايفين، وكرم أيضا يعني أسر أخرى، يعني كرم الدكتورة ليلى تكلى زوجة البطل عبد الكريم درويش، وكان الحقيقة مشهد مؤثر جدا، باس راسها وهي يعني حضنها كده حضن جميل. طبعا دكتورة ليلى تكلى سياسية معروفة، أستاذ للقانون والإدارة، وكانت أول سيدة تنتخب لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وحائزة على جائزة النيل في العلوم الإنسانية، وعضو مجلس القومي لحقوق الإنسان لسنوات طويلة. في الحقيقة تحية للدكتورة ليلى تكلى اللي كلنا بنكن لها كثير من الإعزاز. أيضا كان في تكريم لصلاح ذو الفقار، وتقبلته الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وكريمة البطل الفنان ورجل الشرطة المعروف صلاح ذو الفقار، أحد ضباط قوات الشرطة في موقعة الإسماعيلية. يمكن إحنا كلنا نعرف منى ذو الفقار، ليس فقط أنها ابنة صلاح ذو الفقار، ولكن إحدى المدافعات عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان أيضا، والقانونية المعروفة، مهمة في مجال الشركات وأيضا في مجال الدستور، واحدة من اللي وضعوا الدستور الماضي، وكان في اللجنة المؤسسة للدستور المصري أستاذة منى ذو الفقار. أيضا كان في تكريم للعميد طيار أحمد محمد عديل، نجل البطل محمد عديل، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء مواجهات يناير 52. عبد الرحمن فاروق أبو زيد حفيد البطل الشهيد أحمد أبو زيد اللي استشهد في مواجهات الإسماعيلية 52، وعدد من الأنواط بقى ليه عدد من أفراد والعاملين بجهاز الشرطة. الرئيس كالعادة اتكلم على هامش الاحتفال، واتكلم على الأزمة الاقتصادية، قال ودايما يعني بيستغل الفرصة انه هو يكلم الناس في قضايا مختلفة، اتكلم على الأزمة الاقتصادية وقال انها أزمة عالمية ولازم ندرك اننا جزء من العالم، واننا بنحاول ان احنا كدولة نخفف من وطأة ارتفاع الأسعار ووطأة الأحداث العالمية على المواطن المصري، ندرك ان المواطن متأثر بها، ولكن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف وطأتها على الناس. نسمع. ان تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد، بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين. هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم، وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، وكانت التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر
من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدرتنا. وعلى الرغم مما سبق فإنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاما لأبناء الشعب، لا سيما محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا الذين يخوضون كفاحا يوميا هائلا نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأؤكد أن التزامنا بمسانداتهم والوقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة لن ولم يتغير. إحنا كدولة بنحاول بكل ما أوتينا من قدرات، والقدرات دي مش بتاعتي، مش بتاعت الحكومة، دي قدرات الدولة، ملك الدولة، إن إحنا نحاول ما أمكن إن الأمور دي ما تبقاش ضاغطة على الناس. وإن شاء الله إن شاء الله ناجحين وهننجح أكتر. أرجع لنقطة تانية أنا قلتها هنا وقلت إيه؟ إن إحنا جزء من الاقتصاد العالمي. جزء منه. طب هو لما بيجي تسمعوا في الأخبار سواء كان جورنان أو في التلفزيون على اقتصاديات دول كبيرة جدا بتعاني وبتتأثر. وأنا مش هذكر أسماء دول. مش هذكر أسماء دول. هقول لكم حاجة واحدة. مش في دولة كبيرة بيقولوا عليها من أكبر الاقتصادات معرضة إن هي ما تدفعش الدين الحكومي بتاعها. مش بتسمعوا ده؟ ده حاجة ومش بالمناسبة لا الإعلام اللي بيتكلم فيه ولا حد، اللي بيتكلم فيه مؤسسات التمويل الدولية، صندوق النقد الدولي هو اللي بيتكلم على ده، وإن تداعياته لو حصل تهز الاقتصاد العالمي كله أكتر من كده. وأنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان إحنا ماشيين في طريقنا وصامدين وربنا سبحانه وتعالى هيعبرنا المرحلة ديت، لكن أنا بشرحها لكم عشان إحنا جزء من الدنيا، إحنا مش منفصلين عنها. الرئيس أيضا تحدث عن المشروعات القومية وقال أنه البعض بيرى أن المشروعات القومية قد تكون سببا في ما نحن فيه، وتكلم على مجموعة مشروعات. قال لك طيب إحنا كان ممكن، هل كان ممكن أن إحنا نترك قناة السويس بدون تطوير؟ كانت محتاجة تطوير، وعشان كده يعني عائداتها زادت من 4 مليار ل 8 مليار حاليا. أيضا الطرق اللي بنمشي عليها ودي مهمة بالنسبة للاستثمار، أيضا مشروع حياة كريمة اللي بيفيد لكل المصريين، بيفيد 58 مليون مواطن مصري. قطاع الكهرباء، هل كان ممكن أن احنا نتطور أو يبقى فيه صناعة أو يبقى فيه حياة أفضل بدون كهرباء؟ كل هذه مشروعات أنفقنا عليها، وما كان يمكن أن يعني نبني هذا البلد دون هذه المشروعات. هتكلم على ما يتردد من ان الازمه اللي احنا موجودين فيها هي ازمه بسبب المشروعات القوميه، وهسال بالاضافه للاسئله اللي انا طرحتها العامه او الرئيسيه ديت، يا ترى هل كان ممكن قناه السويس اللي كان دخلها 4 وفي احسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها ويجي النهارده بعد تقريبا 7 سنين يكون دخلها السنه دي وصل ل 8 مليار دولار؟ هل كان ممكن ان احنا نتجاوز وما نطورش القناه ديت عشان تجابه التطورات في التجاره الدوليه ونسيبها زي ما هي كده وما نستفدش بالرقم اللي انا بقول عليه دلوقتي؟ واللي احنا متصورين عندما عملت الدراسات لموضوع قناه السويس انها تستهدف الوصول الى 10 و12 مليار دولار سنويا، هل كان يمكن الازمه او ازمه الكهرباء والطاقه اللي كانت موجوده وكلنا كنا شايفينها بس مش عايزين ننساها؟ عايز اقول لكم النهارده اذا كنا بنتكلم على الاقل 1.5 تريليون جنيه لموضوع الطاقه اللي هو موضوع الكهرباء يمكن والغاز، هل كان ممكن النهارده الدوله المصريه تستمر؟ وعايز اقول ان في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول يعني احنا زدنا 14 مليون، وفي العشر سنين من 2011 للنهارده زدنا يجي 20 مليون. هل كان ممكن النهارده واحنا كان عندنا ازمه كهرباء ان ما يتمش عمل التطوير للبنيه الاساسيه في الكهرباء عشان تجابه الطلب وايضا التنميه اللي احنا بنستهدفها؟ كان ممكن يحصل ده. طيب حاجه تانية زي مثلا
المشروعات الخاصة ب الشبكة القومية للطرق والنقل، هل كان النهاردة ممكن الموانئ المصرية يكون ليها دور في التجارة العالمية وإحنا في منطقة في منتهى الأهمية بتمر منها قناة السويس وبيمر منها 17-18% من التجارة العالمية، إن موانئنا في مصر ما تكونش جاهزة لهذا التطوير وهذه التنمية المحتملة؟ هل كان شبكة الطرق وشبكة النقل اللي موجودة اللي النهاردة احنا داخلين في حوالي 1.7-1.8 ويمكن نصل 2 تريليون جنيه، هل احنا كان ممكن ما نعملش ده ونسيبها كده؟ هي القضية اللي حصلت ايه؟ انا بكلمكم بمنتهى الصراحة وده والله ما اقصد بيه اساءة لاي حد، ان احنا اضطرينا نعمل كل حاجة، احنا بنشتغل في كل حاجة، ما كانش عندنا طرف ان انا اقول اولويات اسيب حاجة واخلي حاجة لوقت تاني، كنا محتاجين نشتغل في كل الملفات لان كل ملفات كانت عايزة جهد وعايزة مواجهة حقيقية حتى تستطيع الدولة أن تجابه مستقبلها وتجابه الأمال اللي هي بتعملها. وأنا عايز أقول لكم لو النهاردة احنا بنحاول نعمله دلوقتي والسنين اللي جاية يتكلف قد اللي اتعمل ده 3-4-5 مرات، 3-4-5 مرات، وأنا لا يعني لا أبالغ، بدليل احنا أطلقنا مشروع حياة كريمة خلال يعني من سنة ونص تقريبا، وقلنا ان احنا بنستهدف ان احنا نخلص المشروع ده خلال 3 سنين. احنا لما نزلنا على الارض حقيقه عشان نغير حياه ما يقرب من 60 مليون انسان في مصر، احنا حطينا رقم ضخم جدا، ولما نزلنا اشتغلنا وشفنا الواقع على الارض لقينا ان الوقت اكتر محتاجين والتكلفه اكتر محتاجين. الحقيقة أن كان أيضا في خبر سعيد في هذه الاحتفالية وهو إعلان أنه ستكون هناك احتفالية كبرى في سيناء في العريش لإعلان أنه سيناء ستكون منطقة خالية من الإرهاب. الحقيقة خلو سيناء من الإرهاب دي مواجهات كانت بدماء الشرطة والجيش وأهالي سيناء كمان، يعني دفع ثمنها الجيش المصري، دفع ثمنها رجال الشرطة، دفع ثمنها أهالي سيناء الشرفاء، كل ده على سنوات 8 سنين تقريبا من المواجهات لكي تنزل أول طيارة من 8 سنين في مطار العريش ويكون فيها رئيس الوزراء ومع عدد من الوزراء، ونعلن في احتفالية أخرى أعلن عنها الرئيس إنه سيناء ستكون خالية بنسبة كبيرة، أنا دقيقة بس في استخدام كما قال الرئيس وصف بنسبة كبيرة من الإرهاب. الحقيقة أن ده خبر مهم جدا، تحية لكل الدماء الطاهرة اللي يعني روت سيناء في العقود كلها. سينا دي أرض المعارك بالنسبة لنا من 67 و73 ومعاركنا ضد الإرهاب، يعني كل الدماء الذكية اللي روت أرض سيناء نتذكرها الآن وبإذن الله نحتفل قريبا. كل لقاء بقى لي 3-4 مرات أتكلم على إن إحنا موضوع الإرهاب الحمد لله إحنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا إن إحنا نخلصه، وفي احتفالية إحنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين أو 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية ديت والعريش زي ما هي ورفح زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر، محدش يقدر. طب طب التمن كان كبير طبعا، مش فلوس مش أموال، لا ده دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى لهم ان هم ان احنا يعني ربنا يجمعنا بيهم بسلام وامان في يوم عظيم في يوم القيامه.
بقول ده دفع ثمن من شعب مصر كله. وبالمناسبه دول ابناء كل اللي موجودين قدامي واللي موجودين كمان في بيوتهم مش شايفينهم دلوقتي. وعشان كده دايما باكد ولما اتكلم على الشهداء والمصابين في مناسبات يقول لك هو ده يعني ده مناسب في كل وقت. ولا يمكن ان احنا ننساهم ومش وعيب علينا جدا ان احنا ننساهم. وهو فعلا مناسب في كل وقت فعلا، ولا يمكن ان ننساهم. ولازم احيي المقدم طارق عبد الوهاب مره اخرى، يمكن ان صوره ما جاتش في اللقطه الاولى، مره اخرى تحيه للمقدم طارق عبد الوهاب، الان العقيد طارق عبد الوهاب اللي يعني من اجلنا فقد ذراعيه. يعني احنا بنتخيل ان احنا تعبانين شوية، متضايقين شوية، الدنيا غالية عندنا شوية، المواضيع يعني كل ده لا معنى له جنب المشهد اللي انتوا شايفينه ده، جنب روح شهيد راحت، جنب حد ضحى بنفسه. ويعني يعني انا بحيي اسرته كمان، بحيي اسرته وزوجته ولاده اهله اللي واقفين جنبه بيسندوه، طبعا الداخليه بتسنده. فتحيه له ولكل رفاقه ممن ضحوا بانفسهم عشان احنا انا وانتو ولادي وكل الناس تعيش في امن وسلام وطمانينه. على فكره ما بنحسش بفكرة الأمن والسلام دي، ساعات نقول إيه ده يوبا أنت كل شوية هتقولوا لنا كده؟ لأنه الأمن والسلام وإنك تمشي آمنا سالما ده يعني شيء مهم جدا، لا تعرفه إلا إذا فقدته. هرجع تاني للتكريمات، وزي ما قلت لكم كان في تكريم للدكتورة ليلى تكلا زوجة البطل عبد الكريم درويش، وبحييها. وبحيي أيضا صديقتي العزيزة الأستاذة منى ذو الفقار، طبعا ابنة البطل صلاح ذو الفقار. مساء الخير يا أستاذة منى. مساء النور يا لميس، مساء النور يا حبيبتي. يعني قولي لي مشاعرك الأول النهاردة لهذا التكريم اللي يعني للأستاذ صلاح، بس يعني قولي لي المشاعر. أنت لا تتخيلي مشاعري، أول مرة في حياتي أحضر تكريم، مش لأنه أنتج فيلم كذا ولا بطل فيلم كذا او جايزة احسن ممثل او جايزة كذا، لا، لانه بطل. اول مرة النهاردة احس ان انا بنت البطل حبيبتي. مش بنت الفنان صلاح ذو الفقار، بنت البطل اللي ضحى بنفسه وراح اتطوع وساب. كنت انا اكيد لسه ساعتها يعني ايه يا موجودة يا مش موجودة، يا بيبي لسه مولودة او حاجة، وراح اتطوع وساب اسرته عشان يروح يقاوم ويقوم بعمليات، ينظم عمليات فدائيه ضد معسكرات المحتل الانجليزي على خط القناه. فطبعا حاجه الواحد انا طول عمري فخوره بيه، بس النهارده كنت فخوره بيه بشكل مختلف، يعني بشكل مؤثر جدا. قال لك ايه الريس وقلت له ايه يا منى؟ قال لي دايما بيقول كلام جميل وبيشكر وكده، وانا طبعا برد بنفس يعني بيشكر، والواحد بيتكسف يقول أوي. بيقول ايه يعني، لا يعني بيشكر وبيقول انه يعني سواء انه يعني والدي بابايا او انا يشكر فينا يعني فطبعا الواحد بيحجل جدا لما الريس يبقى كده مجامل جدا ولطيف جدا ومشجع جدا، يعني بيشجع اي حد بيقدم اي حاجه لمصر، يعني بيبقى هو بيبقى حاسس ممتن وبيشكر وكده، ده هو دايما بيعمل كده مع كل الحقيقه، لان انا ببقى واقفه وشايفاه بيعمل ايه مع كل اللي بيتكرموا قبلي يعني. وبعدين عايزه اقول لك انه عبد الكريم درويش كان زميل ابويا ودفعه واحده واصحاب جدا، وكان دايما يقول لي عمك كريم لو انا مش موجوده، دايما هتلاقي اطلبي عمك كريم، يعني بنقول له عمي كريم مش عبد الكريم يعني. وكان راجل عظيم، وهو كمان
كان دايما المسؤول عن نفس الحاجة بينقذ الفدائيين المصريين. يعني أهم حاجة في معركة الإسماعيلية دي يا لميس هي التلاحم الغير عادي اللي بين الشعب، كان عامل عمليات فدائية، وبين ضباط الشرطة اللي كانوا بيمونوا الفدائيين بالخطط وبخرائط المعسكرات بتاعت الإنجليز وبالذخيرة، وبيساعدوهم عشان يقوموا بالعمليات الفدائية، يعني زي ما يكون بيتم معونة فنية، يعني يقوموا بالعمليات الفدائية ومساندة. فطبعا كان في تلاحم بين الشعب، يعني الشعب أيضا طيب. كان بطل من أبطال معارك الإسماعيلية. منى احكي لي بقى، يعني يمكن كلنا نعرف الفنان صلاح ذو الفقار، المنتج الكبير صلاح ذو الفقار، صانع السينما صلاح ذو الفقار، كلميني عن الشرطي صلاح ذو الفقار، الفدائي صلاح ذو الفقار. هو اولا راجل بيرفكشنست ومنضبط جدا، اللي هو النوع اللي حتى في حياته يصحى الساعة 5 الصبح وينزل يروح كلية الشرطة، وعيلته كلها تصحى معاه الساعة 5 الصبح ونشوفه وهو نازل رايح والدنيا لسه الشمس ما طلعتش رايح كلية البوليس. حكالك ايه يا منى عن فترة الفدائية وفترة عمله كفدائي وكرجل في عملية الإسماعيلية وكده؟ والله عمره ما حكى لي حاجه، تصدقي؟ معقوله؟ يعني كل والله العظيم عمره. انا مثلا هو عنده اخذ نوط الواجب عن مشاركته في العمليات الفدائيه على خط القنال ايام العدوان الثلاثي سنه 56، اخذ 19 طالب من سريه المستجدين بتاعته وطلعوا باذن خاص، وكانوا بيعملوا عمليات فدائية على خط القنال، وده اتكافئ عليه بنوط الواجب. تفتكري احنا كنا نعرف؟ ما نعرفش، ما بيحكيش وما بيقولش، كلها حاجات بيعملها من غير اي ولا كلام ولا اعلان. هو ما بيستحملش انه يبقى فيه بلد وفيه اي حتة خطر وهو قاعد بيشتغل مثلا مدرس في كليه الشرطه، لازم ياخد اذن ويسيب ويروح، زي عمل كده برضو في العدوان الثلاثي في 56. فالحاجات دي ما عرفتهاش غير بعد ما توفى. واللواء حسن الالفي جاي يعزينا وحكى لي كل الحاجات دي، قال لي باباكي اخذني انا وزمايلي وطلعنا فدائيين على خط القنال سنه 56. يعني تصوري ما يحكيش ابدا. يعني يمكن ما كانش برضو عايزنا نخاف ونحس بعدم استقرار انه رايح يعني يحارب، ما كناش هنفهم يعني نقدر في السن الصغير ده، واكيد والدتي كانت عارفه لكن ما كانوش بيقولوا لنا، ما كانوش بيقولوا لنا. يعني تحيه لي، يعني وفاته كانت من كام سنه تقريبا؟ وفاته مش هتصدقي كانت سنة 93، لكن والله والله يعني محبة الناس له وهي أكتر حاجة بتدفيني والله، وبتحسسني إن الدنيا جميلة وبخير، وإنه دايما القادم هيبقى أحلى، لأنه إيه كمية المحبة دي والحب ده، حاجة مؤثرة جدا والله في كل حتة. تحياتي. يعني رحت اقول محاضره في مدرسه بنات عندهم 16 و15 و14 تلموا حواليا وقالوا لي ده فات احلامنا. احلامكم طبعا والله لحد دلوقتي، لحد الجيل الجديد، لحد الجيل الصغير، ايوه الجيل الجديد بيقولوا لي فات احلامي. فقلت ايه المحبه دي؟ يعني الدنيا جميلة، يعني ان الناس الحلوة طبعا دايما بتفضل سيرتها حلوة وبيبقى لها ناس بتحمل لها حب واحترام ومشاعر جميلة.
يعني يوم جميل، وبحييكي وبحيي ذكرى الوالد هنا بقى رجل الشرطة الفدائي صلاح ذو الفقار. وطبعا يعني أكيد كان يوم جميل بالنسبة لكم جدا. وبالنسبة لنا الحقيقة، وبالنسبة أكيد لكل يعني أهالي الضباط، ويعني بيبقى يوم جميل عيد الشرطة. شكرا أستاذة منى ذو الفقار، وتحية لأرواح كل من رحلوا، وتحية أيضا للناس اللي يعني فعلا أثروا في العمل الشرطي بشكل مهم وكانت لهم بصمات كبيرة. النهاردة وزير الداخلية أيضا اتكلم في هذه الاحتفالية، واتكلم على ما قدمته وزارة الداخلية، التطوير اللي بيحصل في التقنيات، دور الداخلية اللي بيتطور عبر مر السنوات. الأمنية المعاصرة نقلت النوعية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، ونجحت في توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة. وفي إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التي تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات، فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائي لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية، استغلالاً لما يشهده محيطنا الإقليمي من تداعيات سياسية وأمنية. وتحرص أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها في مهدها، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها، والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضي والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى. هذا ويمتد مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها. ويأتي الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة نتاجا للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة. ايضا كان في افلام كتيره الحقيقه تسجيليه عرضت، ولكن اخترنا ان احنا نشوف جزء من يعني عمل الداخليه وتطوره وانجازاتهم في 22. يواصل رجال الشرطة جهودهم لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن. وكعهدها كانت وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والتيارات المتطرفة والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون، حيث تمكنت خلال عام 2022 من تحقيق نجاحات أمنية مؤثرة أسفرت عن إحباط مخططات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية. وعلى صعيد الأمن الجنائي شهد عام 2022 نجاحات كبيرة، وهو ما أسفر عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021.
كما وجهت ضربات مؤثرة وحاسمة استهدفت جرائم جلب وتهريب والاتجار بالمواد المخدرة، ونجحت في وأد تلك المحاولات في مهلها. رحل سامي شرف. وسامي شرف واحد طبعا من أهم رجالات الرئيس الراحل عبد الناصر. أي حد فينا اشتغل صحفي في السياسة يعرف سامي شرف، راح زار سامي شرف، أرى مذكرات سامي شرف اللي هي مكتوبة في 7 أجزاء عن عهد عبد الناصر، عن النكسة، عما قبلها، عن فترة سجنه لما سجنوا الرئيس السادات 1971 فيما سمي بمراكز القوى. سامي شرف الحقيقة أنه كان عزيز علي أنا شخصيا. عرفت الوزير سامي شرف اللي هو خرج من عهد عبد الناصر وزيرا للدولة ثم وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، يمكن عرفته ويعني أنا أعرفه كصحفية طبعا ورحت له وشفته كتير، ولكن اقتربنا كثيرا لما بدأت أجري الحوارات العزيزة جدا على قلبي مع أستاذي الكبير أستاذ محمد حسن هيكل. هنا سامي شرف ابتدينا في حوارات مستمرة مع بعض. قد تختلف مع سامي شرف لأنه ينتمي لعصر ولنظريات ممكن نختلف معه، وكان دايما يقول لي أنت بتحبي السادات، أنت سادادية الهوى. كنت أقول له أنا سادادية الهوى، ولكني أؤمن بكثير مما فعله الرئيس عبد الناصر، أستمع لكثير مما فعله الرئيس، أتفهم لما لما بنكبر بنقرا التاريخ بشكل مختلف، بنتعلمه بطريقه، ولما بنكبر بنقراه بطريقه اخرى، لما بنتكلم مع صناع هذا التاريخ وهذه السياسه وهذه الحقبه من الزمن بتبتدي تسمع مبررات اخرى، بتشوف اخطاء وبتشوف خطايا وبتشوف انجازات وبتشوف عمل وبتشوف مجهود. عرف سامي شرف الرئيس عبد الناصر منذ البداية من 51. سامي شرف طبعا كلية حربية، ضابط، ثم بعد ذلك عمل في المخابرات الحربية. عرف الرئيس عبد الناصر من 51، ومن 51 لم يفترقا. بعد الثورة سافر معاه روسيا وفي المشاركة في مؤتمر باندونج، وكلفه من وقتها بإنشاء لأول مرة سكرتارية الرئيس للمعلومات، وعينه سكرتيرا للرئيس للمعلومات، ودي كانت أول مرة. طبعا كانش فيه رئيس جمهورية قبل كده، يعني كان فيه طبعا محمد نجيب، ولكن مؤسسة الرئاسة بنيت على يد سامي شرف. لما تكلم على مؤسسة الرئاسة، كيف تكون مؤسسة الرئاسة؟ كان سامي شرف أحد مؤسسي هذه المؤسسة. بنى يعني إيه مكتب الرئيس؟ يعني إيه سكرتير الرئيس للمعلومات؟ ما الرئيس ده محتاج معلومات، وبالتالي إيه المعلومات اللي يحتاجها الرئيس؟ بعد كده بقى مدير لمكتب الرئيس، ثم بعد ذلك طبعا بقى يعني قبل رحيل الرئيس عبد الناصر في 70 كان وزيرا للدولة ووزيرا لشؤون الرئاسة. عاش مع عبد الناصر طول هذه السنوات وكتب مذكراته في 7 أجزاء نشرت. أي حد، أتمنى أن كل الأجيال الجديدة المهتمة أن تعرف تاريخ هذا البلد وسياسة هذا البلد أن يقرأوا مذكرات سامي شرف. مش لازم تتفق مع كل ما يكتب في المذكرات، مش لازم نتفق مع كل شيء. أنا كنت بختلف مع الأستاذ هيكل كتير، لكني كنت من المؤمنين به. فالحوار هنا مش لازم يبقى العلاقة أنت مع أو ضد، بتحبه ولا ما بتحبوش، ولكن قراءة التاريخ مهمة جدا. كان سامي شرف هو آخر رجالات عبد الناصر تقريبا، لكنه طبعا
تم اعتقاله في 71 فيما أسماه الرئيس السادات الراحل السادات بانقلاب مراكز القوة أو محاولة انقلاب مراكز القوة، واتحبس 71، قعد عدد من السنوات، خرج بعدها لم يعمل بالسياسة، لكنه لم يتوقف عن الكتابة، ولحد مثلا شهور قليلة ماضية كان يكتب في الشروق، وقبلها كان بيكتب في الأهرام، وكان دايما يتصل بيا بعد كل حلقة من حلقات الرئيس، عفوا كل حلقة من حلقات أستاذي هيكل، يقعد يناقشني فيها مناقشات كتيرة جدا، وحتى إلى فترة قريبة جدا وهو في المستشفى، كان في مستشفى وادي النيل، كان سامي شرف متابع جيد لكل ما يحدث، كانت له رؤاه وهو عيان وهو مريض، كان يقول لي اقري المقال ده، اتعلمي منه حاجة، اوعي تبطلي تقري، وده درس لا انساه من سامي شرف. كان صديقا طبعا لعمي الراحل حسني الحديدي، لانه عمي كان يعمل في رئاسة الجمهورية ايضا وفي الاذاعة المصرية، فمن هنا بدأت العلاقة، ومن هنا كنت بسميه عمو سامي. رحل عمو سامي ولكنه ترك لنا الكثير، ترك لنا مذكراته، ترك لنا حواراته، ترك لنا بصمة في عصر الرئيس عبد الناصر. مرة أخرى، لا يجب أن تتفق مع كل السياسيين، لا يجب أن تتفق مع كل ما حدث في التاريخ، لكننا يجب أن نقرأ. تحية لسامي شرف الذي لم يترك الفكر، لم يترك ان هو ما بطلش يكتب وما بطلش يفكر وما بطلش يقول لا انا عايز اتكلم على توازن القوى العالميه، انا عايز اتكلم على المعسكر لسه يعني كم، وكان بيتطور مع تطور السياسه في العالم. كنا بنقول له عمو سامي خش بقى اتفرج على السوشيال ميديا والحاجات دي، كنا يقول لك ماليش انا في السوشيال ميديا، انا بحب اتفرج عليكم كده على التلفزيون. اقول له خلاص الدنيا بقت على السوشيال ميديا. أوجعني رحيله جدا جدا، أتمنى لأسرته اللي طبعا بعزي كل أسرته وبعزي كل الناصريين، لأنه في رحيل سامي شرف وجع كبير لكل الناصريين. مهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل عبد الناصر أعلن تشييع جنازته غدا الثلاثاء بعد الظهر من مسجد أبو المكارم الزغل بشارع صلاح سالم. تحية ليك يا عمو سامي، هتوحشني أوي. خلينا نذهب لخبر آخر. النهاردة وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار شهد توقيع بروتوكول تعاون مع وزير خارجية إيطاليا. خلينا نحاول نفهم ما هو هذا البروتوكول. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، دكتور ما أهمية هذا البروتوكول؟ وهل ده أول بروتوكول من نوعه أن احنا نتعاون فيه مع إيطاليا؟ مساء الخير استاذ لميس، تحياتي لحضرتك يا فندم وللمشاهدين حضرتك الكرام. يمكن اخذ من اخر كلمه حضرتك قلتيها، فعلا هي يمكن لاول مره ان يكون هناك مذكره تفاهم بين وزاره الصحه المصريه واحدى اكبر الشركات الايطاليه في مجال الرعايه الصحيه وسادس شركه على مستوى الاتحاد الاوروبي. وبهذا التمثيل من حضور دوله وزير الخارجيه الايطالي، احنا النهارده بنتكلم على فتح افاق جديده يمكن لم تفتح من قبل للاستثمار الاوروبي في دوله مصر. ده بيؤكد قد ايه الحكومه جاده في خلق مجالات استثمار مختلفه، وبيؤكد ايضا ان مصر دوله جاذبه للاستثمار من جميع انحاء العالم. احنا النهارده بنتكلم على استثمار جديد، بناء وانشاء مستشفيات، بنتكلم على تأهيل وتجهيز مستشفيات قائمة، بنتكلم على تبادل خبرات مش بس طبية ولكن أيضا إدارية وفنية، بنتكلم على بحث علمي واستثمارات في مجال البحث العلمي، بنتكلم على استثمارات أيضا في مجال تصنيع الدواء والأدوية المصنعة في مصر وفتح أسواق لها في إيطاليا وبالتالي في الاتحاد الأوروبي، بنتكلم على إنشاء خطوط إنتاج لأدوية أيضا في مصر للكثير من المنتجات أو الأدوية المصرية اللي بتنتج فعليا في مصر وهناك احتياج لها في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي. فالحقيقة هو مجال لأول مرة يتم بهذا الشكل أن يكون هناك هذا النوع من الانفتاح على واحدة من أكبر الدول الأوروبية. والحقيقة العلاقة الإيطالية المصرية هي علاقة قديمة وأزلية،
وبالتالي مش بتكلم بس على ايطاليا، لكن ايطاليا هي دولة من كبرى دول الاتحاد الاوروبي، وبالتالي ما سوف يجري في ايطاليا يمكن نقله بسهولة الى كل الاتحاد الاوروبي. شكرا دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة. آخر خبر قبل ما نبتدي نستقبل ضيوفنا، الشوط الأول خلص في كرة اليد مباراة مصر والدنمارك. مصر خسرانة بخمس أهداف 17-12، الدنمارك كسبانة 17-12، فرق خمس أهداف. ده مش كتير يعني، نتمنى ان احنا نقدر نحرز التعادل او طبعا نتمنى التفوق، ولكن على الاقل نحرز التعادل. الدنمارك هي بطل العالم، في يعني هي بطل العالم، هي وصيف الاولمبيكس، وبالتالي احنا افضل نتيجه بالنسبه لنا ان احنا نتعادل او نفوز. الخساره هنضطر نقابل السويد على ارض السويد. فطبعا احنا كسبناها في اولمبياد طوكيو 27-22، ولكن نتمنى ان احنا نقدر في الشوط الثاني ان احنا نقدر نعوض ده علشان نلاعب المجر. هي الحقيقه الموضوع معقد شويه، ولكن يعني هنشرحه لكم في فقره قادمه بقى مره اخرى. اذا 17-12 هو نتيجه الشوط الاول بين الدنمارك ومصر. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نبتدي نستقبل فقراتنا المختلفة، ونبتدي ببنك الطعام وما هو دوره في دعم الدولة في المرحلة الحالية. العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني الأهلية الحقيقة إنها ذراع مهم جدا لدعم اقتصاد الدولة. هي لا تبني الاقتصاد ولكن تدعم، وفي أجزاء كتيرة الدولة ما بتعرفش تدخلها، في أجزاء كتيرة الدولة ما بتقدرش تمد إيديها ليها، في قواعد بيانات هي موجودة عند المؤسسات المدنية يمكن أكتر دقة ما هي موجودة في الدولة، وده بيبقى كلها أجزاء مهمة. فبالتالي العمل الأهلي اللي موجود في تحالف المجتمع المدني الحقيقة أنه عمل مهم جدا. النهاردة هنتكلم على الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن مجموعة أمور. هنتكلم على تأثير الأزمة الاقتصادية، إيه دورهم في مثل هذه الأزمات، هل هم الحقيقة أن بنك الطعام ابتدى بشيء لكنه الحقيقة تطور بشكل يعني أنا شايفة أنه شكل ممتاز جدا، لأنه أصبح بيواكب التقنيات، بيستخدم قواعد بيانات أكثر تدقيقا، بقتش كرتونة أكل بنوديها للناس أو بطاطين بنوديها للناس، رغم أن ده مهم وده كان من يعني صلب بنك الطعام، صلب بداية المشروع، لكن في تطور في الفكرة، بقى في استهداف لأفكار معينة، استهداف لأمراض معينة، استهداف لفئات معينة. أستاذ محسن دايما ببقى مبسوطة وانت موجود. أنا دايما ببقى مبسوط لما أتكلم مع حضرتك، ومساء الخير عليكي وعلى المصريين الجدعان حبايبنا كلهم. وبشكرك ان انت على طول بتبقي صوت قضيه بنك الطعام وصوت الملايين اللي احنا بنخدمهم في بنك الطعام كل يوم، او اللي احنا بنتشرف اهالينا الحقيقه بنتشرف ان احنا بنخدمهم كل يوم. اتاثرتوا ازاي بالازمه؟ بص انا يعني طبعا اتاثرنا، بس خليني اقول لك ان احنا يعني عارفه بيقولوا بالانجليزي كده وير تريند فور ذس، يعني احنا متمرنين على اللي بيحصل ده من مرات كتيره جدا، حصل يمكن ازمات اسوأ من دي، بس في الاخر بنقدر يعني نلاقي طريق نقدر نشتغل بيه بنفس الكفاءه وبنفس التغطيه اللي بنغطيها للمصريين. يعني احنا محظوظين جدا ان احنا في بنك الطعام المصري، انت عارف احنا بقى لنا 17 سنه تقريبا، ومش اول مره يحصل اضطرابات في اسعار المواد الغذائيه زي ما حصل دلوقتي. فعشان كده احنا شراكاتنا مع الموردين بتاعتنا شراكات قديمه جدا وشراكات اصيله. وخليني اقول لك ان يعني القطاع الخاص، انا طبعا اشتغلت نص حياتي في القطاع الخاص ونصه في المجتمع المدني، بس لما تبص على القطاع الخاص ايضا لحد كبير
لا، مش لأن قوي. هو الناحية التانية الهدف مختلف. القطاع الخاص في الآخر هو اللي بيزق الاقتصاد كله، لأن هو التنافسية بتاعته والسعي وراء الربح بيخليه يقدر يحقق أرباح كويسة، فيدفع للدولة ضرائب كويسة ويعين ناس ويديهم مرتبات كويسة، فالناس دي تتبرع للمجتمع المدني تبرعات كويسة. لكن احنا هي يعني هي دي الاقتصاد بيعمل كذلك. احنا كمجتمع مدني احنا هدفنا مش الربحية، احنا هدفنا ان احنا نحقق رسالة بس. فاحنا عشان نجيب فلوس او ندخل تبرعات ده بيبقى وسيله الى الغايه وليست الغايه. فيمكن ده الفرق الجوهري ما بيننا وبين القطاع الخاص. في الازمات دوركم بيتغير؟ اه طبعا. حتى الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي يعني اتغيرت شويه. يعني خليني اقول لك، انا كنت عايز بس اكمل على النقطه. القطاع الخاص يمكن انا يعني حتى قلت كده قدام السيد رئيس الجمهوريه وبقول كده مرارا وتكرارا، القطاع الخاص المصري قطاع فعلا فريد. موازنات المسؤوليه المجتمعيه في القطاع الخاص بيسموها موازنات متطايره، يعني اول ما يضغطوا بيقوموا قاصين من السي اس ار بادجتس. اللي بيحصل في مصر العكس بالظبط. فالقطاع الخاص المصري كل ما بيضغط كل ما الخير جواه بيزيد، وده ليه دعوه بينا بقى، الدي ان اي بتاعنا كمصريين، الخير ما بيروحش في حته. فعلى طول موجود. فالموردين بتوعنا واقفين جنبنا كويس جدا، مهما حصل عليهم ضغوط من الاسعار فهم على طول بيدعمونا. وزائد ان انت حضرتك عارفه كويس جدا ان احنا بدانا ان احنا نحول ان احنا بنشتري دلوقتي اجزاء كبيره جدا من المواد الغذائيه من الفلاحين الحيازات الصغيره مباشرة. وده خلانا نقدر نباي باس او يعني ننط فوق اضطرابات الاسعار بشكل كبير جدا. زائد ان احنا في بنك الطعام، يعني احنا اقدر اقول ان احنا فيرتيكلي انتجريتد، يعني معظم عناصر الانتاج تحت تحكمنا. عندنا المصنع بتاعنا، وعندنا اليات التوزيع بتاعتنا، وعندنا شبكه الشركاء بتوعنا، فبنقدر ان احنا يبقى اقل عرضه لاي ازمات تحصل في اسعار المواد الغذائيه. ارجع تاني للسؤال، في الازمه دوركم بيتغير؟ اه طبعا، بدانا نوسع جدا في نشاط الطعام المباشر. انت عارف ان احنا بنك الطعام احنا مبنيين على ثلاث منصات، ففي منصه اللي هي الكرتونه العاديه اللي احنا بنديها للطبقات، ولازم اكد على ده، الغير قادر على العمل ما بنديش الكرتونه لحد، لانه بيقولوا ان انت ممكن تكونوا بتدوا تغذيه مباشره، فممكن تكونوا بتعودوا الناس على الاتكاليه او الاعتماديه على هذا الغذاء، لكن احنا بندي الغذاء للطبقات الغير قادره على العمل، كبار السن، المعاقين اعاقات ذهنيه او حركيه تمنعهم من العمل، او السيدات المعيلات لعده اطفال من دون الخامسه، هيبقى صعب جدا، محتاجين ان احنا نضمن لها الاكل عشان تقدر تفكر في مستقبلها ومستقبل اولادها. فاحنا بنوسع في انشطه الاطعام المباشر دلوقتي. فاحنا دلوقتي موقفين كذا عربيه الصبح الساعه 7 بتوزع شوربه عدس و وبصل اخضر فين 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 يا مصر؟ السيده زينب، باب الشعريه، ده شيء رائع. يعني كل يوم الاماكن بتبقى مختلفه، وكل يوم بنوسع العربيات دي. يعني حاليا دلوقتي وصلنا ل 4500 وجبه في اليوم. الناس بتجي لكم بتتخيل ان ده بفلوس؟ الاول بيسالوكوا ده مكتوب بقى بنك الطعام، فالناس عارفه، يعني الناس عارفه ان ده خير من المصريين للمصريين. يعني ما في الاخر احنا بنك الطعام برضو، احنا وسيط، يعني احنا في الاخر الناس بتشكرنا، بس الناس لازم تشكر المصريين اللي واقفين ورانا، ولازم تشكر الاعلاميين اللي زي حضرتك اللي واقفين ورانا، لان هم المصريين هم اللي عاملين حاجه اسمها بنك الطعام، ففي الاخر ده خير المصريين. تبرعات اتاثرت؟ لا لا، انت بتفاجئني. لا 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 على فكره، لا. كل مره بتفاجئني. لا بصي، انا شفتها دي 50 مره، ما فيش مره، وبنتوقع كل مره، يعني بقالي في القطاع ده مده كافيه، ان كل مره ايه ده حصل حاجه، التبرعات اتاثرت، التبرعات بتزيد، وده راجع ان هو المصريين اخر حاجه بيفكروا انهم يقللوا منها الخير اللي بيعملوه. صح. اخر حاجه، ولو البني ادم في الاخر معاه جنيه لا هيطلع له الخير، لانه عارف ان ربنا هيبعت له. وبيشعر لما بنكون في ازمه بنقول هذا وقت دعم الاخرين، دايما في الازمه هذا وقت دعم الاخرين. بص البلد دي فريده جدا، يعني الحمد لله انا عشت في بلاد كتيره، في الاخر البلاد يقول بصوا الغربيين عايشين ازاي، بس انت لو ما اشتغلتش يعني اراوند ذا كلوك 24 محدش هيلحقك. بس هنا في مصر لا، احنا بنلحق بعض، وفي الاخر انت بتلاقي ان في اماكن يمكن قرى كاملة على قائمة على التكافل الاجتماعي بين أفرادها. فالآخر جميل جدا، وربنا يزيده يعني في البلد دي. عندكم برامج زي مثلا حماية، اللي هي الوجبات السخنة، حماية الوجبات السخنة والكراتين التغذية الشهرية، والكراتين ثم وقاية. صح. وقاية بقى دي أنا وقفت قدامها، لأنكم ابتديتوا تعملوا تارجتينج أو استهداف لفئات معينة. صح. مثلا الأطفال اللي هم علشان ما يكونش فيه تقزم، اشرح لي ليه اخترتوا ده؟ وأنا هنا وقفت قدام ده قلت ليه اختاروا ده؟ بصي، وقاية ده زي ما الاسم
بيقول كده، ده عارفه في الطب اتس بريفنتيف ميديسن، يعني ده طب وقائي، فاحنا بنحاول نمنع المشكله في منصه الوقايه دي قبل حدوثها. طيب هو ايه قضيه التقزم دي؟ قضيه التقزم دي في ناس كتيره بتبقى متخيله ان الاطفال اللي عندهم تقزم، التقزم ان هو الطفل بيبقى واقف عند حد اقصى جسماني وذهني اقل من البوتنشال او اقل من الطموح اللي المفروض هو يوصل له، واقل من المتوسط بتاعه. يعني دلوقتي مثلا احنا طبعا الطفل ده مثلا في عمر معين المفروض يبقى طوله من كذا لكذا، فهو بيبقى بره الرينج الطبيعي، فكده بيبقى هذا الطفل متقزم. طيب حاله التقزم دي يا اما جايه من اسباب جينيه يا اما جايه من اسباب تغذويه. احنا بنتدخل في التقزم اللي اسبابه تغذويه. السيده من اول فتره الحمل وحتى حتى بيتسمى دوليا بمشروع الالف يوم لغايه ما الطفل يبقى عنده سنتين، السيده لو ما خدتش التغذيه الكافيه، والتغذيه الكافيه ليه حتى بتتغير على عارفه الترايمسترز بتاعه الحمل، فالثلاث شهور الاولانيه، الثلاث شهور في النص، الثلاث شهور في الاخر، الثلاث شهور الاولانيه لو ما خدتش فوليك اسيد بشكل كافي، الثلاث شهور الثانيه لو ما خدتش بروتين بشكل كافي، الثلاث شهور الثالثه لو ما خدتش كالسيوم بشكل كافي، والطفل حتى لما بيتولد لو الطفل ده ما خدش الغذاء الكافي وخدت الغذاء الكافي عشان تقدر تبرست فيد او تديله رضاعه طبيعيه بشكل كويس، الطفل ده هيقف عند حد اقصى من الطول والادراك. فاحنا كده بنبقى بنسرق الطموح بتاع الطفل ده، وبنسرق الاختيارات اللي ممكن تبقى عنده في المستقبل، وبنسرق فرصه في التحصيل الدراسي وفرصه انه ياخد وظيفه كويسه وهو لسه في بطن مامته. بتوصلوا للستات دي ازاي؟ اولا هل عندنا ارقام لمعدلات التقزم في مصر؟ المعدلات بتتحسن، يعني اخر احصاء طالع متهيألي السنه اللي فاتت 13% من الاطفال اللي دون الخامسه، وده نازل من 22%. وده لازم اقول ان هو راجع ان احنا عندنا برضو، وده لا يخفى على احد، شبكه عريضه جدا من الحمايه الاجتماعيه سواء برامج التموين صحيح او دعم الخبز، وحضرتك برضو اكيد عارفه ان الشبكه بهذا العرض بنغطيه اكتر من 70% من المصريين، دي نادره جدا على مستوى العالم ان في شبكه من الحمايه الاجتماعيه بهذا العرض، فالشبكه دي ساهمت ان معدلات التقزم تتحسن. بس خليني اقول لك ان 13% من الاطفال من دون الخامسه، فانت بتتكلمي في ملايين الاطفال، ففي الاخر احنا لو هنعمل كل حاجه نقدر عليها، انا بتكلم يعني كبنك الطعام او بتكلم كاي انسان عشان ننقذ طفل واحد هننقذه، لان في الاخر الطفل ده عمره ما هيبقى محمد صلاح، عمره ما هيبقى مجدي يعقوب، عمره ما هيبقى زويل، والفرصه دي بتتسرق من قبل حتى ما يتولد. وحلها بسيط جدا، بعض من التوعيه، ووفر للام الغذاء الحد الادنى من الغذاء الكافي اللي يقدر يخليها تاخد بالها من نفسها وتاخد بالها من جنينها. بتوصلوا للامهات دول ازاي؟ يعني بتعرفوا منين؟ يعني بتروحوا لكل ام حامل في طبقات معينه ولا على قد الموارد بتاعتنا ما بتسمح. يعني احنا حاليا دلوقتي لسه في مرحله تجريبيه في هذا المشروع، فشغالين على 1000 سيده في الفيوم، متوقعين ان شاء الله على شهر 7 الجاي نكون وصلنا ل 3000 سيده. انت عارفه احنا برضو بنشتغل على طول بشكل اجايل، يعني انا ما بنزلش وافرد مشروع على مستوى الجمهوريه الاول الا لما اجرب الاول في مجموعه صغيره واقرا بيانات اتاكد ان انا فعلا بوصل الحجم الامثل من الغذاء، لا بتكلفه زياده ولا بتكلفه ناقصه، لان خدي بالك القطاع بتاعنا لو احنا حلينا مشكله باغلى مما المفروض تتحل احنا كده بنحرم ناس تانية من الخدمه، فانا عايز اوصل الخدمه بالتكلفه المثلى، وبعد كده بقى اكسباند شويه اول ما يبقى عندي بيانات كافيه ان انا اتاكد ان انا مالي ايدي من الخدمه اللي انا بقدمها، ببدا اتوسع على مستوى الجمهوريه. نوع بقى الغذاء اللي بتديه يعني غذاء الام الحامل ده، يعني بتدوا بس الام الحامل ولا بنخش بقى في الاطفال ولا ايه بالظبط؟ بكمل. بص انا دلوقتي بدخل الاول في الام من اول فتره الحمل وبعد كده لغايه ما الطفل يبقى عنده سنتين. في فتره الحمل احنا بنهتم قوي بالحاجات اللي هي بتديها زنك، فوليك اسيد، بروتينز، فاحنا بندي لحوم، دواجن، عسل اسود، طحينه، عدس، بنحاول يعني نكومبلمنت شويه او نطعم البروتين الحيواني ببروتين نباتي برضو، وبنحاول ان احنا ندي الامهات ريسيبيز او وصفات، يعني بتعملي ايه علشان هو ده احسن اكل لازم تاكليه في الوقت. يعني احنا بنحط جوه الكراتين بتاعتنا بتاعت ورقه ريسيبي بوك فعلا كتيب وصفات، وده عاملينه بالتعاون ده مع اصدقائنا في هيئه اليونيسف المصريه، ان احنا بنحط ريسيبي بوك فتفتحوا تلاقي وصفات لطيفه جدا والاطفال يقبلوا عليها بالمكونات اللي جوه الكرتون. بنحط جوه الكرتونه دلوقتي مثلا باكس كده شعريه باللبن،
باكس بليله باللبن. جميل بموت فيها بموت فيها الصراحه. بس بس ما علينا. الامهات بقى واللي بيرضعوا وكده بالظبط. فلكن انت محتاجه ان انت تدخلي بروتينز وكالسيوم في اكلهم. احنا بنحاول بصي احنا عارفين ان السيدات اللي احنا بنخدمهم غالبا بيبقوا برضو مدرجين بشبكات التموين المصريه. فاحنا بنحاول نديهم الحاجات اللي هم اللي موجودة. مش هيجيبوها يوجولي من التموين. يعني هو الاولويه للسيدات اللي هم لما يجيبوا من التموين هيجيبوا زيت وهيجيبوا سكر وهيجيبوا شاي وهيجيبوا الحاجات دي. احنا بنحاول نديها الحاجات اللي هي عاده مش هتاخدها من التموين. عندكم كمان يعني طب بتكمل بقى خلصنا الامهات بتديها بقى راسفي او تديها وصفات عشان كمان اطفالها الصغيرين بعد الرضاعه الطبيعيه وكده؟ اكيد بنبتدي ندخل طبعاً. الاكل احنا المرحله الثانيه اللي نتدخل فيها ان الطفل بقى عنده سنتين. بعد كده المرحله التدخل الثانيه عندنا في حياه الام والطفل بتبقى في الحضانات الاهليه. فاحنا ده بالشراكه مع وزاره التضامن الاجتماعي. فاحنا الاطفال اللي في الحضانات الاهليه اللي هي في المناطق الاقل دخلا. فالسيدات الهدف اصلا من نشاه الحضانات الاهليه دي السيده تقدر تحط الطفل عشان تقدر تنزل تشتغل. يعني ده الهدف اصلا كمان من الحضانات الاهليه. فاحنا بندي الطفل كل يوم وجبه ساخنه محترمه جدا. اكل بقى ده طفل في حضانه بياكل. بياكل ايه بقى؟ بياكل كل حاجه. يعني احنا عاملين مع المعهد القومي للتغذيه عاملين مانيو كل يوم حاجه مختلفه. واللي بيطبخوا عاده في المطابخ المركزيه لبنك الطعام هم امهات الاطفال. يعني دايما بقول احنا ممكن نحط كل انواع انظمه الكواليتي كنترول في الدنيا وعندنا انظمه الكواليتي كنترول كلها وعندنا كل انا شفت وعندنا كل اللي عارفه السوفت ويرز بتاعه اداره المطاعم. واحنا قاعدين في المكتب بنقدر نشوف ان الوجبه دي اتحط فيها الانجريدينتس دي وطلعت راحت للطفل ده. بس في الاخر الضامن الاكبر لسلامه الوجبه هي ان امه اللي بتطبخ. كل يوم بناكلهم حاجه. يوم لازم يكون في بالانسد ميل. لازم يكون في فاكهه, لازم يكون في كربوهيدرات يا اما بطاطا يا اما رز. لازم يكون في نوع من الخضار ولازم يكون في نوع من البروتينز لحمه او فراخ. وبندي توعيه مكثفه جدا للميسرات اللي في الحضانه عشان يقدروا يساعدوا الاطفال ياكلوا احسن. وبندي نفس التوعيه لامهاتهم وابهاتهم فبحيث ان الرسائل اللي احنا بنحاول نوصلها للتغذيه في الحضانه ما يتمش عكسها في المنزل. كم حضانه تقريبا بتطبقى. كم حضانه حاليا دلوقتي شغالين على 1800 طفل في 3 محافظات. شغالين في الاسمرات على 800 طفل في القاهره و1000 ما بين الفيوم وبني سويف. هل كمان بتشوفوا الاطفال في المدارس وجبات؟ دي المرحله الثالثه بقى. المرحله الثالثه بنخش على المدارس. بس انت كده بتبقى عديتي نافذه التدخل في التقزم ودخلت في مرض ثاني متعلق بسوء التغذيه وهو مرض الهزال. فانت بتلاقي الطفل طوله طبيعي بس ضعفان. محتاج ياكل كويس لان هو لو ما اكلش كويس خدي بالك مش هيقدر يستفيد بالتجربه التعليميه اللي بيمر بيها. لو ما فيش جلوكوز بنسبه معينه بيوصل مخه والجلوكوز ده مطعم بكربوهيدرات بطيئه الامتصاص وبروتين فبحيث انها ما تعملوش سبايك في السكر ويقوم يكراش مره واحده مش هيقدر يفهم اللي بيدرس له. احنا بنتدخل حاليا بناكل 35,000 طفل في مدارس التعليم الابتدائي كل يوم كل يوم على مدار العام الدراسي بنفس الطريقه ان بنعمل مطابخ مركزيه وامهات الاطفال هم اللي بيطبخوا فيها وبنودي تريز على المدارس وبنبدا نغرف للولاد ووزاره التربيه والتعليم بتدينا في المدارس فصل وبينزلوا بقى ياكلوا فصل فصل ينزل ياكل ويطلع ينزل ياكل ويطلع. بقى لنا 10 سنين بنطبق النموذج ده واحنا فخورين بيه جدا. الحين عايزه احييكم على العمل ده لانه مستهدف بشكل واضح الاطفال في مصر اللي هم عماد هذا الوطن. ما احنا مش هنقدر نبني البلد بدون هؤلاء الاطفال. رسالتك بقى للمصريين في نهايه هذه الفقره. والله رسالة المصريين في الفقرة دي تفائلوا. مهما بتشوفوه من حواليكم هيعدي. واللي يعني احنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني امرنا ان احنا نغرس الفسائل حتى لو الساعة بتقوم حوالينا ما مش هيكون اي حاجة هنشوفها مش هتكون اصعب من يوم القيامة. احنا مكملين بنشتغل وبشغلنا كل واحد لوحده احنا نقدر نعدي اي حاجة. انا عايزه احييك وحي بنك الطعام على دعمكم كمان لينا في الفرصه لانه ستارت ابس ومشروع ستارت ابس كان مهم وانتم معاكم مزارع دلوقتي الفائز الاول. ده شرف لينا كبير ان احنا كنا ضمن برنامج الفرصه. وانا عايز اقول لك ان احنا شراكتنا مع مزارع مكمله لغايه النهارده وبتكبر كل يوم ومن الشراكات اللي مخليانا دلوقتي قادرين ان احنا ما نتاثرش بزيادات الاسعار بشكل كبير لان احنا بنروح للمزارع مباشره
بننميه بنمكنه بنضمن له سوق مستمر ومستقر وعادل، واحنا في نفس الوقت بنقدر نشتري ارخص ونقدر نخدم ناس اكتر. ده ستارت اب كان الفائز في السيزون الاول من الفرصه، ودلوقتي خلاص بقى شريك يعني البنك الطعام وبيشتغل معاهم، فيعني احنا سعداء بيه جدا. بختم نشكرك يا مدام لميس ان انت على طول بتوصلي صوت بنك الطعام وصوت المالين اللي احنا بنخدمهم للمصريين، وشكرا للمصريين كلهم انهم بيساعدونا. ليه بنتكلم مع بنك الطعام؟ عشان في وقت الازمه الخير عندنا بيزيد، في وقت الأزمة علينا أن نتذكر الآخرين قبل أنفسنا. أنا عارفة أن في ناس كتيرة يمكن ما تقدرش، يمكن تتفرج علينا وتقول يا جماعة ما نشوف حالنا الأول، لكن هو ده العطاء اللي جوه كل المصريين، أنك تفتكر دايما يا ترى في ناس تعبانة، يا ترى في ناس محتاجة تاكل، يا ترى في ناس محتاجة تتعالج. الأهم دلوقتي أن احنا متوجهين هنا مثلا في بنك الطعام للتقزم، لأطفال المدارس، لأطفال الحضانات، ده استهداف مهم جدا، أن هو ده يعني عماد هذا البلد. بشكرك جدا. شكرا لحضرتك. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن قانون الطفل، ما بين التشديد وما بين انه قانون انه هذا طفل لا يجب ان يعاقب على جرائم. أهلا بكم من جديد. مع كل جريمة بشعة يرتكبها طفل، وأنا هنا بتكلم طفل أقل من 18 سنة طبقا للقانون في مصر، الحقيقة أنه بيكون في يعني صوت عالي في المجتمع، ما هي العقوبة؟ كيف سيعاقب؟ وهنا في وجهتين نظر، وجهة نظر قانونية بتقول أنه والله القوانين تقول أنه الأطفال طبقا للنص وطبقا للمواثيق الدولية تحت 18 سنة لا يمكن معاقبتهم بنفس العقوبات ما هم فوق ال 18 سنة، والعقوبات بتكون مخففة وإيداعهم في الأحداث أو المصحات الاجتماعية أو غيرها. وفي نظرية تانية أو صوت تاني بيقول بس ده ممكن يبقى عنده 17 سنة ونص، بتعتبره أيضا طفل؟ طب ده ممكن يكون قتل، ممكن يكون اغتصب، هل بتعتبره أيضا طفل؟ طب إيه الرادع لهؤلاء الأطفال، إذا حطناها بين علامات تنصيص يعني، علشان لا يحدث ولا يتكرر ذلك؟ وابتدينا نشوف حوادث متكررة، يعني قصص كتيرة مش لازم أذكرها، ولكن حوادث لها علاقة بالاغتصاب، قتل، وأباء هؤلاء الضحايا بيقولوا طب يعني ده عنده ده لسه ده هيتم 18 كمان يومين ولا كمان شهرين، ازاي لا يعاقب بعد ما ابني او بنتي روحهم راحت او حياتهم راحت؟ هو ده النقاش اللي سنجريه النهارده. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي سياده المستشار احمد عبد الرحمن النائب الاول لرئيس محكمه النقض وعضو مجلس القضاء الاعلى السابق، اهلا بك يا فندم. والاستاذ عصام شيحه المحامي بالنقد والخبير القانوني. وابتدي بك استاذ عصام، يعني ماذا يقول القانون؟ كيف يعني يعرف الطفل؟ القانون المصري التزم التزام تام باتفاقية الطفل العالمية، والأول مرة في دستور 2014، على الرغم من أن مصر صدقت على الاتفاقية سنة 90، لكن المادة 93 من الدستور المصري ألزمت الدولة المصرية، ألزمت المشرع المصري بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها الدولة المصرية، بما فيها اتفاقية الطفل اللي بتقول ان الطفل عمره حتى 18 سنة. ايه الأزمة الحقيقية اللي عندنا؟ الأزمة الحقيقية انه البعض بيتصور ان مجرد وجود حادثة، احنا ما عندناش ظاهرة، لازم نتفق احنا ما عندناش ظاهرة، احنا عندنا حوادث في بعض الأحيان لأن احنا ما كانش عندنا إعلام مفتوح، ما كانش عندنا السوشيال ميديا، فكثير من الأوقات كان بتحصل بعض الحوادث لكن ما توصلناش بالطريقة اللي بتصل بها الآن، بالذات لما بنشوف بعض الحاجات المصورة لكنها لم تصل إلى حد الظاهرة. المشرع المصري، المشرع المصري بيعاقب، وبيعاقب الطفل في قضايا القتل وقضايا القتل العمد، بينزل درجة واحدة وبيديله المشرع الحرية انه ينزل كمان بنص المادة 17 اللي هي يعني ينزل يبقى فيها يقلل العقوب. ففي عقوبات، في عقوبات، لكن خلينا اقول لك ثلاث ملاحظات رئيسية سريعة كده في الاول. الاتجاه العالمي في الدنيا كلها في الوقت الراهن هو الحد من العقوبات السالبة للحرية.
مصر سيرت هذا الاتجاه العالمي في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفلسفتها الرئيسية الحد من العقوبات السالبة للحرية، مش كده وبس. تمام. عالميا أغلب دول العالم دلوقتي أوقفت عقوبة الإعدام. مصر من الدول اللي قالت في الاستراتيجية الوطنية أنها تسعى إلى الحد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الإعدام. الاتجاه العالمي كله بيدور على بدائل للحبس، مش نحبس رغم وجود عقوبة الإعدام، لكن لم تتوقف الجريمة. عقوبة السجن المؤبد لم تتوقف الجريمة، عقوبة السجن مدى الحياة ولم تتوقف الجريمة. ده معناها بالضرورة وإحنا بنشتغل على الأطفال إن إحنا نبدأ على التوعية من الأول. طيب. وأنا أتصور إنها نقطة غاية في الأهمية. طيب. سيادة المستشار، كيف ترى هذه القضية؟ يعني أنت قاضي اعتليت المنصة لفترات طويلة، وهنا بيبقى أمام القاضي القانون وأمامه أيضا متهم ثبت عليه الاتهام وارتكاب الجريمة، ولكن القانون يغل يده ويقول له لا والله مش هقدر أحبسه بأكتر أو مش هقدر أطبق. أولا قول لي العقوبات اللي هي على الأطفال وتقسمها للعمري. هو طبعا على ممر الزمان اللي احنا بنعيش فيه كان الطفل بيعامل معاملة خاصة سواء في القوانين أو التعديلات التي لحقت عام سنة 96 وعام 2008، وحظى بعناية كاملة من جانب المشرع، خفف العقوبات. احنا أثناء نظر القضايا الجنائية أحيانا كنا بنشوف جرائم بشعة ومرتكبها طفل، زي قتل مثلا، قتل واغتصابه وحرائق عمده كل حاجة، بل وصل الأمر إلى أن كان بيتم تحريض الطفل على ارتكاب الجناية بحيث الكبير يهرب والصغير يتمسك، ولما يتمسك الصغير ما هو مش هيتعاقب عقوبة كبيرة، عقوبة كبيرة. المشرع قال ما فيش إعدام، ما فيش سجن مؤبد، ما فيش سجن مشدد. طب خليني بس أقول يعني بعض المعلومات، إن مثلا الطفل طبقا للقانون لحد 18 سنة متقسم، المرحلة الأولى من سن يوم لسن سبع سنين. وهذه مرحلة لا يكون فيها عقوبة، ما فيش حد بيرتكب فيها جرائم. المرحلة الثانية من 7 ل 12، ودي برضو يعني إلى حد ما بس ما فيهاش عقوبة، تدابير قضائية وتدبير كده. المرحلة الثالثة من 15 ل 18 هي اللي فيها العقوبة أشد شوية. بس فيها العقوبات اللي هي السبع مراحل، اللي هي التوبيخ والتسليم والالتحاق بالتدبير المهني، الالتزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والإيداع بإحدى المستشفيات المتخصصة. دي في المرحلة الثانية. الثانية. الثالثة بقى اللي هي من الإعدام وسجن 15 ل 18 العقوبات هنا ايه يا سيادة؟ الاعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد. بس لا يوجد مؤبد. لا يوجد مؤبد ولا في اعدام. ولا اعدام ولا مشدد. وينزل القاضي بهذا العقوبات طبقا للماده 17 من قانون العقوبات بتخفيف، احيانا بيوصل الى مرحله الحبس. ونوصل بالكثير 15 سنه. مفيش 15 سنة. طبعا السجن من 3 ل 15 ولا كمان ده مفيش؟ ما هو سعادتك بيحاول يعني القانون عطاله ان ينزل لدرجه عقوبه الحبس. طب هنا بيضعوا في احدى المصحات مثلا، حتى لو هو عنده عقوبه حبس بيحطوا في احد الدور الرعايه، في تدابير معينه، ولما بعد ما يتم 18 سنه يرجع بقى السجن الطبيعي ولا ايه؟ لا مفيش سجن طبيعي. هل ترى انه هذا القانون يحتاج الى اعاده نظر؟ احنا ملتزمين بالاتفاقيات الدوليه اللي موقعه عليها الدول. اتفاقيه سنه 92 تم التوقيت. وكانوا بيطالبونا بلازم تعديل القوانين، وصدر قانون الطفل بعد كده ملتزم. انا جايب الاعمال التحضيريه اللي تمت في المناقشات ايام دكتور فتحي سروف بالنسبه لقانون الطفل. طب احنا ملتزمين، لكن في اهل المجني عليه، خلينا نحط هيعملوا ايه يعني؟ ما برضو احساس بعدم العداله حتى لو كان القانون يقول ذلك. خلينا اشكرك على سؤالك، لان سؤالك ليه محورين. في احنا بنبص لها في وقت الحدث في التعاطف مع المجني عليه، لو احنا بقى يعني عكسناه، في كثير من الاحيان بيبقى الجاني نفسه طفل، يعني المجني عليه طفل والجاني طفل.
الاهل وده نفسهم. ده حصل في قصه أيوة. شهيد الشهامه في وغيره. فالناس بتبص لها حسب موقعه من الطفل. لو انا والد الطفل ابقى عايز القاضي ينزل بالحد الادنى للعقوبه واقول واذكره بالاتفاقيات الدوليه اللي وقعت عليها الدوله المصريه، وان ده اتجاه عالمي لا يجوز الرجوع عليه، وان هو ما يحبسوش في مكان كمان فيه بالغين عشان يعني بيفسدوهم، وانه كمان يعني بيختاروا اتنين من الخبراء يروحوا يشوفوا البيئه اللي هو عايش فيها واهله بيتعاملوا وبتاع. بس انا عايز اقول حاجه اشار اليها سياسه المستشار وهي غايه في الاهميه. القانون المصري بيعاقب الفاعل المحرض بعقوبه الفاعل الاصلي. يعني لو هو حرض الطفل على ارتكاب جريمه، ده لو كان في واحد بالغ بقى، واحد أيوة مش بالغ، واحد اكبر منه، اللي هو اشار اليها سياده المستشار، لان هي كتير بتحصل ان حد يحرض الطفل على انه يرتكب الجرم ويحقق له هو المصلحه، فالمشرع ما تفوتش عليه مين صاحب المصلحه في الجريمه اللي ارتكبت المحرض، فيعاقبه بنفس العقوبه. احنا محتاجين توعيه، محتاجين نشتغل. احنا عندنا اعداد كبيره بلا مأوى، عندنا اغلب الاسر انشغلت عن اولادها وتركتهم فريسه للسوشيال ميديا. احنا بنلاقي جرائم كتير بتبقى سببها ان هو شافها في السوشيال ميديا بيقلدها. لكن لا تحل مشاكل المجتمع بتغليظ العقوبات، لانه تغليظ العقوبات لم يحقق. لا تحل مشاكل المجتمع بتغليظ العقوبات، ولكن الردع مهم جدا. طيب فهنا يعني حضرتك مع اذا كان لنا ان نعدل، حضرتك مع فكره ان احنا ممكن نعدل القانون ولا لا؟ انا مؤيد تماما. ليه عقليه الطفل اتغيرت عن ما كنا عليه في 90 و 2008. النهارده الطفل بعقليه ناضجه، موبايل، افلام اجنبيه، كل شيء على علم بيه، فما اصبحش الطفل بتاع زمان. فلو كان لنا ان نعدل، تعدل مثلا العقوبه من سن كام لكام؟ العقوبه هنخليها برضو الاعدام، يعني يبقى سجن بلاش مؤبد. الاعدام سجن مؤبد، سجن مشدد. وفي القاضي ليه الماده 17 حسب ظروف كل وقعه، اذا ليه الوقعه تستوجب انه يخفف ينزل بالعقوبه. لكن كنت تفضل ان يكون لنا القدره على تعديل؟ طبعا احنا ملتزمين بمواثيق دوليه طبعاً. ولكن ان احنا لو كان لنا نتمنى ان نعدل، نتمنى ان احنا نقدر نعدل. أيوة. ليه يا سياده المستشار؟ ما احيانا بتبقى في وقائع صارخه، جرائم صارخه، زي ما تفضل عصام بيه، ان المحرض بيبقى كبير وبيحرض صحيح. وعلى فكره جرائم اخيره ما كانش فيها محرض، بيبقى فيها مشترك في الجريمه، بيبقى فيها اتنين شباب بيضربوا بعض، زي طفل ناضج بكامل الرجوله كامل. شايف انه من 15 ل 17 ده لم يعد 18. طفلا ل 18 ده لم يعد، اصبحش طفل. رايك ايه؟ لا ما هو سياده المستشار هيقول رايه، لكن هيظل ملتزم. صحيح. ملتزم. لا احنا ملتزمين كلنا، ملتزم لكن احنا بنتكلم على وجهات النظر. أيوة. مش على تطبيق. أيوة. القانون. بنتكلم عن وجهات نظر. لميس هانم، بنتكلم عن وقائع فرديه. الوقائع الفرديه. أيوة. لا تنظم القانون. القاضي عنده الحريه في بعض الاحيان لما بيلاقي الجريمه اللي قدام منه توافر فيها الركن المادي والركن المعنوي، وان ايوه بس هو لا يستطيع ان هو في النهايه العقبات اللي بتبقى قدامه ايه؟ قدامه كتير. العقوبات محدوده، لانه الهدف النبيل منها انه ما يخرجش للمجتمع. خلي بالك بس الطفل دوت، ليه المشرع بيمنع ان هو يختلط بالبالغين؟ لانه هو كمان بيتعلم، لما يوصل 21 سنه بيتنقل في السجن الثاني، واول ما بيتنقل بيتعامل مع المجرمين العتاه، فهو بيطلع للمجتمع لانه بيقعد وقت وبيخرج شاب صغير. يعني اللي بيتحبس وهو كبير بيخرج كهل، خلاص هو اكتفى بما لكن لو خرج شاب صغير في رايك طبعا هو بيبقى خطر، بيبقى خطر على المجتمع. فانت بتعالجيه، يعني لازم الاول ندور على طرق للحد من الجريمه. يعني احنا المؤسسات ما بتقومش بدورها، وخليني اقول لك المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني اكتر، الجمعيات الاهليه اكتر. اغلب المشاكل اللي كنت بتشوفيها وبتعرضيها عنا كانت بتحصل داخل المؤسسات اللي مهمتها الرئيسيه هي التوعية، اللي مهمتها الرئيسية انها تعلمهم عشان تحد من الجريمة. لكن انا مش كل ما تحصل عندي جريمة اشدد العقوبة، مرة في التحرش ومرة في التنمر، يعني
كتير. احنا بنعدل في الوقت الراهن قانونين غايه في الاهميه يعني، وبعدين هنتنقل لسياده المستشار. احنا بنعدل قانون الاجراءات الجنائيه، فيجب ان هم يسمعونا كويس ويسمعوا الخبراء كويس جدا ايه اللي احنا عايزينه في قانون الاجراءات الجنائيه، ما يمرش ما يبقاش موجود داخل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه دلوقتي يعني بهدوء. قانون العقوبات اللي من سنه 37 لان اتغيرت الفلسفه، ربما واحنا بنغير الفلسفه ندي للقاضي سلطه اكتر، لانه هو في النهايه احنا مدين للقاضي السلطه الحد الاقصى ينزل بيها درجه. طيب سياده المستشار، هل انت متفق مع فلسفه التشريع دي ان هو ان انا لو عاقبته وهو صغير كده هيطلع للمجتمع يعني تنتهي حياته؟ مش هتفرق معاه. مش هتفرق معاه. هو دخل السجن او دخل الحبس خلاص، فيبقى متشبع بكل شيء. طب ايوه بس يعني شايف ان تغليظ العقوبه مهم ولا تغليظ العقوبه غير مهم في الوقت؟ انا شايف تغليظ العقوبه لازم وسيله ردع بالنسبه لي للطفل. لان دي وسيله ردع، لان انا كمان عندي الضحايا. ما هو هل كان قدامك قضايا مشابهه؟ شفنا كتير في النقط كده وكنا بنتالم من واقع التعديل، لان يدك مغلوله والقاضي مغلوله برضه. انا ضد انه تغليظ العقوبه لانها لم تؤدي الى حل اي مشكله. ايوه ما هو عدم حول كمان حول عدم العالم يعني، لكن احنا نشتغل على التوعيه قبل ما نصل للجريمه. احنا بنسيب ولادنا فريسه صحيح. وبعدين اول ما تقع العقوبه، وخلي بالك اللي بينادي بتشديد العقوبه في بعض الاحيان لانه هو مجني عليه. طيب لكن لما بتتقلب بتنعكس ويكون ابنه هو الجاني، يقول لك ده ابن طفل، يظل الطفل غير مكتمل. يعني ما دي دراسات علميه ودراسات مجتمعيه بتقول ان الطفل حتى 18 سنه لم يكتمل. ايوه بس 18 سنه لم يعد طفلا. سيادة المستشار، ما انت شفت الحادثه بتاعت اول امبارح اللي كان بيسوق عربيه والده وهو سنه 12 سنه. انا ما اقدرش اقول لك ابدا انه طبعا ده خطأ والده اللي هو مسؤول عن العربيه. مسؤول هو خد المفتاح وانا ما اعرفش مثلا، بس هيظل مسؤول. ايوه بس في النهايه هو قتل حد او اصاب حد. اصاب ابن زميله في كاتبها يعني اصاب حد او قتل شخصا او ارتكب جريمه، والقانون هنا مش بيروح عشان اشخاص بعينهم او حالات فرديه. القانون هنا لتحقيق الردع في المجتمع، لتحقيق الردع لما تبقى فيه ظاهره. لكن لما يبقى حاله زي دي، طب وانا هستناها لما تبقى ظاهره؟ والقاضي يديله سنتين، لا تفرق السنتين وتفرق في المركز اللي هو هيخشه، يعني في المكان أيوة اللي هيتم فيه الحبس. قتل السنتين او اغتصب، ما في ضحيه يا عصام. الزهره زادت يا عصام بيه. في اللي بتتكلمي عليه اللي هي الجريمه المركبه، سياده المستشار بيدي عقوبه اضافيه. طيب لو كان عندك وهو له الحق لما طيب. لا استقر في وجدانه، يعني القاضي الجنائي ده قاضي وجدان، يعني سياده المستشار يقول استقر في وجدانه ان المتهم ارتكب الجريمه وان هو كان في سبق اصرار وترصد، ده ما بينزلش بالماده 17. هو أيوة هو بس حر. اقصى عقوبه ممكن تديها قد ايه سياده المستشار في قتل مثلا، قتل عمد زي اللي حصل في شهيد الشهامه كده؟ مفيش 15 سنه، ما اقدرش اديله 15 سنه كمان. ما تقدرش تديله 15 سنه. وطيب ولو كان في اغتصاب؟ ما نفس العقوبة بتاعت المنصوص عليها، بنزل فيها تاني. طيب ما هو يعني ايوه ما طيب دي مش معناها بالضرورة ان انا اقوم اغير التشريع. طيب دي اطبق التشريع الحالي. انت تعرف احنا لو نجحنا في تطبيق التشريع بالفعل وما يبقاش عندنا بطء في التقاضي. سياسة الردع عندنا مشكلتها مش في التشريعات، مشكلتها في امد التقاضي. احنا عشان كده في بعض الاحيان بنستشعر ان النيابه العامه بتتدخل مباشره وتحدد جلسه القضيه لانه بيعتبرها قضيه راي عام ويحكم فيها عشان يحقق فيها سياسه الردع. لكن اغلب القضايا اللي بعيده عن الراي العام يعني فيها. ممكن اقول لك حاجه ثانيه، يعني انه برضو ادخال المتهم او المدان هنا للمصحات الاجتماعية أو دور الرعاية أو كده، هو بيخرجوا برضو من هذه الأماكن دي، مش زي المصحات اللي في الخارج. يعني القانون والمواثيق اللي احنا موقعين عليها برة دي بتتكلم عن إطار مختلف،
لكن احنا هنا هندخله دور رعايه معين، دور احداث، هيطلع على فكره برضه اسوأ من خلي خلي خلينا مش هيطلع عظيم يعني. لا الاول لا. الاول احنا قفلنا الاصلاحيات يعني لغناها في مصر خلاص. انت بتقولي الاول انك تسلميه للاهل او تسلميه مجرم هسلمه للاهل في بعض الاحيان ربما يكون هو الحريص على تربيته وتصحيحه بعد ما قتل. وارد جدا، وارد جدا يعني. ايوه وهنا الضحيه يا عصام، بتتكلمي على نموذج، هتعمل نموذج إيه؟ القتل مختلف اصل يعني. نموذج القتل ده هتبقى حاله، هتبقى حالتين ما عندناش. انا ما سمعتش ان احنا بقت عندنا ظاهره انه الاطفال او اللي عمرهم 18 سنه ماشيين بيقتلوا في الناس في الشارع، ما سمعناش الكلام ده. عندنا حاله او اتنين، لكن لانها جديده على المجتمع فالمجتمع بيتصور انه التشريع يحل المشكله. التشريعات ما تحلش المشاكل لوحدها على الاطلاق، لانه احنا داخل القانون في ظرف مشدد، ويستطيع القاضي ان هو يطبق العقوبه بينزل بها درجه واحده يعني، وممكن ما يستخدمش نص الماده 17 لما يستقر في وجدانه انه يستاهل العقوبه. لكن مش كل ما هنلاقي حدث في المجتمع هنعمل له تشريع. احنا محتاجين قانون كامل للاجراءات الجنائيه، قانون كامل للعقوبات، لانه القانون نفسه بيحيل في بعض الاحيان لقانون العقوبات اللي هو معمول من سنه 37. فلازم نغير. اللي بيصيروا سياده المستشار انه السوشيال ميديا غيرت في المفاهيم، ان الاولاد بقوا اكثر الاطفال اتغيروا، ما بقاش فيه الاطفال بتوع زمان. لا نستطيع، مش طفل والله، مفيش حد مننا يقدر ينكر الكلام دوت، لانه هم فرصتهم في التعلم وفرصتهم في رؤيه العالم الاخر والتعامل مع التكنولوجيا افضل مننا بكتير. لكن كمان احنا محتاجين ان احنا نكون ماشيين في خطين متوازيين. صحيح يبقى عندي تشريع رادع، لكن يبقى عندي كمان تنفيذ العقوبه بشكل رادع. احنا ازمتنا ان احنا مش بننفذ العقوبه بشكل رادع. طيب سياده المستشار، لما بتواجه مثل هذه القضايا، هل هنا بقى الاهل الضحيه بيبقى موقفهم ايه؟ بيشعروا ان القانون غير عادل، بيطلع حاقد، ودي برضو مشكله كبيره، انه قد يتحول الى مجرم اخر ياخد حقه بدراعه، اذا كان القانون بيغل اليد عن ان هو ياخد حقه مد. بالظبط. هل استاذ عصام بيقول ليست ظاهره، برايك ايه؟ والله انا مش قدام الاحصائيات عشان اقول لك ظاهره او مش ظاهره. هي ليست ظاهره، هي ولكن زادت. ولكن زادت، هي زادت خاصه عندنا في المجتمع القبلي في صعيد مصر، في حاجات كتيره لسه حادثه بورسعيد ما فيش من كام. لا يعني بورسعيد بنعتبرها يعني مش ظاهره عام، انما في الصعيد بيحصل حاجات كتيره زي كده. يشيلوا المخدرات هو يطلع بيها، يحرضوا على القتل هو. انما يعني زي متفضل عصام بيه وقال لك المحرض زي الفاعل الاصلي. انما هثبت ازاي مثلا؟ يعني بتبقى مسائل دقيقة شوية. فهنا الطفل بياخد ايه بقى؟ أقصى عقوبة ياخدها ايه؟ لو قتل. لا تقل العقوبة بأي حالة من الحالات عن 10 سنوات في قضية القتل. لا يمكن القاضي يديله عقوبة 18 سنة. لو هو 18 سنة وأقل. ما تقلش عن 10 سنوات، ربما تزيد. بس أقصاها 15. لا مفيش 15. لكن يظل، ما أنا بقول لك يظل القاضي هو اللي يدرك ظروف كل قضيه فيها 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 تربص، فيها سبق اصرار، يعني في طار ما بينهم، هيبقى مدرك ده الفلسفه يعني. اللي سيطرت على القانون الطفل، حمايه الطفل والحنيه على الطفل، اللي هي المصلحه الفضلى للطفل. لازم طول الوقت لا ننجرف واحنا بصدد الحديث عن تشريعات جديده او تعديلات، ان احنا ننسى المصلحة الفضلى للطفل في قانون الطفل، في قانون الأحوال الشخصية، في قانون الأسرة، في قانون العقوبات. انتوا بتحضروا قانون الإجراءات الجنائية؟ طبعا ده قانون جديد. أنا أعتقد أنه هو هيبقى فيه نقلة نوعية، وفي الغالب هنعود في مدد الحبس الاحتياطي إلى ما كان عليها قبل التعديل. لا ده ربما كمان يبقى فيه مفاجآت أفضل، ربما تكون فيه بدائل للحبس الاحتياطي، وأنا أعتقد أنه دي نقلة نوعية. يكفي أنك تعرفي أن احنا 10 دول عربية سبقنا في بدائل الحبس الاحتياطي. تصور أن مصر دي اللي هي قاطرة الشرق كله، بقينا احنا تبقى فيه دول عربية سبقنا. احنا مدركين ده، لكن كمان أنت عندك منظومة متكاملة محتاجة انها تتصحح عشان تعدلي قانون الاجراءات
انت محتاجه تعدلي قانون العقوبات وبعدين القوانين الخاصه بقى التابعه ليها، لانه احنا عندنا كمان قاعده ثانيه مهمه جدا يعلموها لنا الساده القضاة المحترمين الكبار، انه الخاص بيقيد العام، يعني نعم. يجي قدام منه في حاجه في قانون الطفل ما يقدرش يروح لقانون العام قانون العقوبات. طيب كلمه اخيره سياده المستشار فيما يتعلق بهذا القانون، نحن ملتزمون به ولكن نتمنى ماذا؟ تتمنى ايه؟ نتمنى التعديل. لماذا؟ للردع للطفل. خاصة المجتمع اتغير والأطفال اتغيرت والتفكير اتغير ويعني ما أتمنى إن احنا ندور على أساليب وطرق جديدة للحد من الجريمة. أتمنى إنه الأسر البديلة يكون عندها الجرأة إنها تحتوي الأطفال وتستضيف الأطفال، يعني وده يعني مطروح أمام المحكمة في الوقت الراهن في قضية شنودة، وده ربما ده يكون جزء متغير جديد في القوانين في المرحلة القادمة، لأنه إحنا بتحصل إن يبقى عندنا قضية فنتوهم في لحظة أنها ظاهرة فنجور على حق الطفل. إحنا عندنا مشاكل كبيرة في تربية الأطفال، فمهمتنا الرئيسية إن إحنا نربي جيل يكون قادر على إدارة شؤون البلاد بعد 10 سنين ولا 20 سنة، لكن فكرة الطبطبة قوي أنا مش معاها، ولا فكرة التعسف في العقوبة أو زيادة مدة العقوبة إنها بتغير المفاهيم، لأنه في ناس دخلت السجن وخرجت وارتكبت مرة تانية. أنا أملي إنه عند 18 سنة يظل في المكان اللي هو فيه لانتهاء المدة بتاعته، وأقدر أقول لك إن أقصى عقوبة اتاخدت في قضايا القتل ما زادتش عن 10 سنوات. انا بشكركم شكرا جزيلا سياده المستشار احمد عبد الرحمن صديق للاستاذ عصام الشيحه، ويعني هذا جدل لا يعني لا ينفي ولا يعني يزعزع ان احنا ملتزمين بالقانون وملتزمين بمواثيق الدوليه، ولكن كل ما بتحصل جريمه بيرتكبها طفل، وانا هنا بتكلم على الطفل اللي هو اقل من 18 سنه، اكتر من ما بين 15 و18 هو لسه اسمه طفل، ولكن كل ما تقع جريمة وكل ما يحصل حادث يرتكبه طفل بترتفع الأصوات، ألا يمكن أن نغير ونعدل القانون؟ التزمنا بالمعاهدات يعني جعلنا لا نستطيع أن نفعل ذلك، وبنسمع وجهات نظر مختلفة. الأهم بالنسبة لنا هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون عقوبات جديد. ده في الصعيد بنجوزهم صح مظبوط، بس هو ما هو بنجوزهم بس، طيب هو مش عايزينهم يرتكبوا جرائم، والمشرع نفسه تدخل واعتبرها جريمه ومع ذلك بتتم، يعني فالمشكله مش في العقاب ولا في سياسه الرد، المشكله في التطبيق وتغيير ذهنيه المجتمع. بشكركم شكرا جزيلا. نحن شاكرين. فاصل وبعد الفاصل نتكلم بقى مع انجي وجدان. ومش مهم تكوني تخينة ولا رفيعة، ودلوقتي بيسموها ايه؟ كيرفي تكوني كيرفي. انجي وجدان قررت انها تواجه وتقول لك ايه يا جماعة انتوا بتهزروا، انا بقى زهقت من فكرة انت تخينة وانت رفيعة، حبي نفسك زي ما انت. ودي الحقيقة رسالة مهمة جدا، مش بنقولها رسالة كده يعني كلام وخلاص، لأنه كلنا عايزين يبقى جسمنا حلو، كلنا عايزين نلبس حلو، كلنا عايزين يبقى شكلنا حلو، ده أكيد من وإحنا صغيرين بنتفرج على المودلز في الفاشن شوز ونقول يا ربي دي بتاخد مقاس كام، ده زيرو ماينس تو تو، ده كان مقاسات بتعقد. لكن في النهاية لازم برضو تحبي نفسك زي ما أنت، لأن ممكن تخسي أكتر من نسبة معينة، على فكرة وشك هيبوظ وهيكرمش وهيقع، أنا بقول لك أهو وشك هيبوظ وهيكرمش وهيقع، ومش والتخن بالنسبة لنا إنك تخلي بالك من صحتك، ده أهم حاجة، إن الموضوع ما يجيش على صحتك، ما يبقاش فيه تقل على ركبك أو كده، ده بالنسبة للتخن وبالنسبة للرفعة. كمان الجمال له علاقات تانية، شديتي عملتي، انا مثلا بلبس نظاره ما بقلعهاش ابدا، كل الناس تقولي لي حطي اعملي ليزك، انت ليه ما بتعمليش ليزك؟ ما بعملش، بحب النظاره. فالمهم ان انت تكوني بتحبي شكلك زي ما انت. انجي وجدان تشاركني هذا الراي
وقررت انها تواجه وتقول حبي نفسك زي ما انت. ازيك يا انجي؟ ازيك يا لميس؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشاني. وانت كمان والله. بحب اتفرج عليكي جدا وبضحك موت يعني. بجد جامد جدا. قولي لي بقى يعني ايه اللي خلاكي تفكري في الفكره دي وتعملي الفوتو سيشن الاخراني ده؟ بصي اول حاجه كده، انت تخيلي كل يوم تصحي وحد بيقول لك انت جميله زي ما انت. مش هتحسي ان انت مبسوطه؟ هتحسي كده ان انت في حاجه، ومره في مره في مره هتصدقي نفسك صح، وتحسي بثقه بالنفس، ودي مهمه جدا. بالظبط، هو ده اهم حاجه، ده اللي انا بحاول اعمله. بحاول يعني اكثر اللي ناس كتيره جدا بتعمله في ناس تانية. انا اللي خلاني ابدا الموضوع ده ان كان بيجيلي رسائل من بنات كتير وستات كتير، اللي تقول لك انا مش عارفه مين بيتريق عليا، انا عايزه انتحر، واللي مش عارفه جوزي هيطلقني عشان انا اتخنت ومش عارفه اخس. فبقيت حاسه ان لا، في حد لازم يقول لهم حاجه حلوه، لازم احسسهم ان في حاجه حلوه في الحياه اكتر من تخسي ولا تتخني ولا تعملي. فدي بحاول اشجع البنات يحبوا نفسهم. لما هتحبي نفسك هتثقي في نفسك، لما هتثقي في نفسك هتبقي حلوه، هتعملي اللي انت عايزاه بقى خلاص. هقول لك حاجه كمان، لو انت مش حابه نفسك ومش واثقه من نفسك وخسيتي، هتقفي عند هنا؟ لا خالص، هتقرري بقى ها هعمل ايه تاني علشان خسيتي. وشك وقع، وشي بقى وحش قوي، تعالي نروح للدكتور. مش عارفه حصل ايه، لازم اعمل مش عارفه ايه، شعري وقع لازم اروح اعمل مش عارفه. هتفضلي دايما في دوامه عمرك ما هتخلصي منها. كلميني على الدوامه. والله دوامه. وفي بير بريشر بسميه طبعًا. ايه بير بريشر طبعا. لميس وشك وقع، الحقي روحي للدكتور عشان ما اعرفش. لميس مناخيرك لازم تتظبط. انت ليه ما بتعمليش مناخيري يا جماعه؟ مش هخش عمليات، مش هعمل مناخيري. ده بالظبط، وعمرك ما هتخلصي. وعلى فكره عمرك ما هترضي حد. طب احكي لي تجربتك من وانت صغيره. انت طول عمرك بلامبي يعني طفله كده قلبوزه؟ مش قوي، انا كنت بلعب باليمين، انا كنت رياضيه جدا يا شيخه. بس ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ شفتي ده؟ ماذا حدث؟ ده تنمر. ده تنمر. لا والله العظيم انا بهزر معاكي. بصي انا عارف. لا الفكره ان احنا الرياضيين احنا كنا بنتمرن بالخمس وست ساعات في الميه، وبعدين بطلنا، فانت بتاكلي صح طبيعي. في اوقات كنا بنعمل مش دايتس بس بنفولو حاجات معينه، وفي اوقات بناكل عادي يعني، بناكل ساندوتش قد كده من محل يعني، وناكل باستا وناكل، لان ده كان مهم كمان في التمارين بتاعتنا. بطلت وكرهت الرياضه صراحه. هو بعد ما بتبطلي رياضه عنيفه بيحصل زياده في الوزن. انا بقى دخلت في الدوامه بتاعت ان انا ايه ده، انا اتخنت، ايه ده شكلي مش حلو. بس ده كان امتى؟ بعد الجامعه ولا يعني ولا اخر ثانويه عامه بقى قبل الجامعه على طول. بدات اتخن بقى من هنا، وبقيت ودخلت بقى في الدوامه بتاعت اخس شويه واتخن شويه واكتئب، اقوم اتخن اكتر اخس. وكنت بتتعرضي لاكتئاب؟ طبعا طبعا. ايه بقى اللي كان ايه اللي كان بيخليكي تكتئبي؟ الهدوم اللي بطلت تدخل. دي اول حاجه، تروحي تشدي البنطلون كده تلاقيه ما بيقفلش، ليله سودا بتبقى ليله سودا بتنكدي. وتعلمنا كل التريكس. أيوة. وتنامي على السرير وتنطي وتنامي على السرير وتشديه. لا مشهوره، كل البنات عارفين القصه دي طبعا طبعا. لا ده في حاجات كتيره جدا مشهوره. وتنكدي على البيت كله طبعا، انت مكتئبه طبعا، تنكدي على البيت كله. فبتقندي بتعملي ايه؟ تبداي تلبسي حاجات واسعه. تبداي ودي اخطر حاجه. ايوه، ما تلبسي في مرحله تتخني ما تلبسيش حاجات واسعه، وما تنزليش تشتري هدوم جديده. ايوه خالص، افضلي بهدومك. بالظبط، لانها بتفضل سايكل بقى، بتفضل تخش. بس معلش يا انجي، ما انت لو فضلتي بهدومك وما لبستيش هدوم جديده، او ما هو برضو البريشر عليكي فظيع ان انت تخنتي تخنتي تخنتي. ما هو البريشر ده اولا لو طالع منك انت، انت حره. هي المشكله ما بتبقاش فيك. على فكره احنا لما بنبقى يعني مثلا انا لو معلياش بريشر من حواليا بس انا شايفه نفسي تخنت، بعرف اخس. اول ما البريشر بيبقى جاي من بره. احكي لي بقى البريشر اللي من بره ده بيجي ازاي بقى؟ صحابك، مامتك، جوزك. مش عايزه اقول على مامتي عشان مامي زعلانه. بصي مامتي بتحبني جدا، وطول عمرها طبعا انا بالنسبه لها احلى واحده في العالم. طبعا، فعايزاني ابقى دايما احلى واحده في العالم. فغصب عنها بتضغط عليا عشان اخس، عشان يبقى شكلي احسن، عشان عشان عشان.
بس ده غصب عني بيخش جوايا يبقى ضغط طبعا، لانه ضغط، انا حاسه ان انا لازم اعمل ده. واول ما انت، عايزه اقول لك حاجه، انت لو عندك حاجه لازم تعمليها والضغط عليكي من جميع الاتجاهات لازم تعمليها، ممكن اوتوماتيكلي ما تعرفيش تعمليها. انما لما تبقي بهدوء، عندك امتحان وحاسه ان انت مش لازم تبقي رقم واحد ومش لازم تجيبي الفول مارك، ممكن تجيبي الفول مارك، بس طول ما انت حاسه ان انت لازم تعملي ده غصبا عنك ممكن تتلخبطي، ممكن تنسي، ممكن يحصل لك بانيك اتاك، اي حاجه فتخليكي ما تعمليش ده. فهي نفس الموضوع. أسوأ المراحل اللي تعرضت لها ايه في قصه التخن والرفع وال بصي يعني يمكن انا من الناس اللي كبرت دماغي، بقيت اللي هو اقفل، اعمل بلوك على قد ما اقدر. انت شايفه طبعا في تنمر رهيب، احنا كممثلين اصلا بيبقى علينا تنمر طول الوقت، كلنا كل حد في البابليك اي بابليك بالظبط، بس احنا الممثلين الموضوع عندنا بقى بيبقى تحسي ان كده في حقنه اقوى شويه من بقيه البابليك فيجرز. ايه اسوا حاجه تعرضت لها؟ لا انا بصي سمعت حاجات كتير قوي، مالك تخينه كده ليه؟ لا لا ده تخينه كده ليه؟ دي كده بيقولوا لي كلمه حلوه. سمعت حاجات اوحش، بس انا اتعلمت ان انا الحاجات دي ما تفرقش معايا. ازاي وصلتي للمرحله دي؟ على فكره دي مرحله صعبه جدا، مش سهله خالص، لانه لو الناس اللي على السوشيال ميديا يفهموا انه مهما احنا قلنا مش بنتاثر وكده، انه قد ايه بيوجع وحد انت ما تعرفيهوش وما قاعد ورا كيبورد وقرر ان هو ينكد عليك النهارده، فقد ايه بيوجعك وينيمك متضايقه يعني. هي في ناس يمكن هي الناس دي عندهم في حد تاني بيتنمر عليهم، بيهزقهم بقى، معرفش ما تفهميش، بيعذبهم في حياتهم، فبيلاقوا ان دي الفرصه الوحيده ان هم يطلعوا غل علينا احنا، معرفش. بس انا عملت مجهود رهيب، زمان كنت ممكن اعيط، دلوقتي بقيت عادي مش فارق معايا. ومن هنا برضو رجعت فكره ان انا ابدا انت جميله، علشان على الاقل احاول اقول للناس حاجه حلوه. اعتقد انت كتبتي بوست حلو على السوشيال ميديا وبتاعتك وقلتي حبي نفسك زي ما انت، انا مش بيرفكت، فكرت اعمل عمليه تجميل وتراجعت. انا طول الوقت بفكر في العمليات وعادي على فكره، ومش عيب لو انا قررت طبعًا اروح اعمل عمليه تخسيس، مش عيب لو عملت عمليه تجميل. مناخيري اللي ناس كتير بتتريق عليها مناخيرك كبيره، الانف الجميله هي كبرت، انا من ساعه ما خلفت اسماعيل ومناخيري كبرت ومش راضيه تصغر. انت ما خلفتي اسماعيل مناخيري كبرت ومش راضيه تصغر؟ ازاي يعني؟ والله ايه علاقه اسماعيل بالمناخير؟ والله العظيم كبرت، انا من ساعه ما عملت، من ساعه ما حملت في اسماعيل مناخيري يعني كبرت قوي، وبعدين خست شويه بس فضلت زي ما هي يعني، فضلت كبيره كده ولا ايه. ولما بتفرج على الحاجات اللي كنت بمثلها قبل مولد بلاقي اللي هو ايه ده، مناخيري كانت صغيره. طب ممكن اقول لك حاجه؟ انا رايي انك حلويتي يعني، انا وانا بتفرج على الكليب ده وعارفه انجي وعارفاكي من وقت تامر وشوقيه واتش دبور وكذا وكذا وكذا، لا اللي قدامي دلوقتي امراه جميله يعني، انت احلى كتير من وانت صغيره، عشان يمكن تقبلت نفسي، حبيت نفسي. انا بتخن على فكره وبخس كده، مش سهل بس كتير، مش سهل خالص. تلاقيني لا، بس تلاقيني فجاه النهارده، انت شايفاني النهارده كده، ممكن بكره تلاقيني خسيت شويه، بعد بكره انا ما اعرفش هو في مش عارفه، بس بيحصل لي الموضوع ده كتير في الفوتو سيشن. كان شكلك جميل وانيق وحلو. عايزه اقول لك انا كنت خاسه في الفوتو سيشن ده شويه، مش كتير على فكره، لان ده كان من كام شهر بس. ده جامد الفوتو سيشن ده. ايه الفوتو سيشن الحلو ده؟ ده كان مع فريده تمرازه حبيبتي، و فريده دي انا من اول مكتشفين لفريده تمرازه، خطيره خطيره. وقعدنا فكرنا، وعلى فكره هو في لوك تاني بس لسه هننزل بيه بعدين، بس كنا عايزين نعمل حاجه كلاسيك، حاجه تبين. بس تخيلي اول ما تشوفي تقولي مين دي، وبعدين تكتشفي انها انجي وجدان. شكلك حلو يعني ديفرنت، عشان احنا كلنا كنا حابين الشوت ده، عايزين نقول مسج ان انت تقدري تبقي جميله في اي حال، في اي شكل، في اي لبس. بس بجد والله فكره ان الواحده تحب نفسها بتفرق بطريقه مرعبه، والناس مش فاهمه ده. فالفوتو شوت ده كان ده الستارت بتاع الكامبين بتاعتي ان شاء الله الفتره الجايه دي، هو ده اللي انا ام وركينج اون. اثر عليكي
ده في شغلك، بمعنى انه بيحصرك المنتجين في نوع معين. انت كوميديانة جامدة يعني ورهيبة، واول ما بتطلعي كده بنضحك، لكن بتحسي ان انت بيتم حصرك في ادوار معينة لا علاقة برضو بالجسم والتخن والشكل. بصي، طول الوقت بحس ان انا الناس عايزة تزنقني في حتة معينة. انا بمثل جزء كبير جدا من الشعب المصري طبعا، تمام؟ محدش يقنعني ان احنا مصر فجأة كلها بقوا رفيعين، ما حصلش ومش هيحصل. احنا اكلنا بناكل محشي وبناكل فطير وبناكل سمنه بلدي، فما ينفعش تقنعيني ان المصريين كلهم رفيعين. يعني مش بتحصل. فانا بريبريزنت جزء من المجتمع، فمش طبيعي ان انا عشان اريبريزنت جزء من المجتمع اطلع اتريق على نفسي. ما هو برده مش لذيذ. ففكره ان انا بيجيلي ادوار، انا على فكره طول الوقت بيجيلي حاجات، بس مش ده اللي انا عايزه اعمله. انا مش عايزه ابقى بمثل وخلاص، ومش عايزه اطلع اهد اللي انا ببنيه من ايام تامر وشوقيه. انا تامر وشوقيه جالي عشان انا تخينه على فكره، بس كان بيكسر حاجه كانت مبنيه بقالها سنين، ان البنت التخينه ما ينفعش تتجوز، عمرها ما تحب، عمرها ما تتحب، عمرها مش عارف ايه. تامر وشوقيه ومش جالي. نموذج الفنانه الكلاسيك يعني اللي هو الفيدات يعني ما هو بصي، لا موضوع ان انا ابقى فيدات دي اصلا مش في القاموس موجود دلوقتي على فكره خالص. دايما المنتجين شايفين الفيدات لازم تبقى سوبر موديل، بس ما علينا، مش دي مشكلتنا. شايفه ايه سوبر موديل ماينس 2 دي ولا زيرو مقاس زيرو ده اللي هو ده عقدتنا. المودلز دول عقدونا في حياتنا بجد. قعدنا احنا على فكره اكتر ناس اتظلمنا. يعني يمكن الجيل الجديد دلوقتي شايف حاجات مختلفه، عنده الانترنت، شايف بره بيعملوا ايه، بيواجهوا ازاي فكره ان انت مش لازم تبقي ماينس زيرو وماينس ماينس 2 وزيرو والارقام اللي كنا بنشوفها. احنا كبرنا غريبة على المودلز اللي هم السايز زيرو. انا ليه صحبات ليه مقاس 34؟ اشرحي لي كده. ده 34 ده كده ليه مقاس 36؟ اشرحي لي كده ليه مالها المقاسات اللي فوق الاربعينات؟ مالها جميله. الفكره كلها والله العظيم لما نبطل نحكم على الناس بده كل حاجه هتتغير. ايوه، ما هي المشكله ان الحكم ده بيجي لك من بره ويفضل مؤثر. تخنتي شويه، مالك كعبرتي كده ليه، مالك معرفش ايه، يا بنتي خلي بالك من نفسك، وشك هيكرمش من كتر. طب اقول لك حاجه، انا لما خسيت قوي الناس كلها وشك وقع، وشك باظ، وشك كان احلى وهو تخين، وشك مش عارفه ايه، تتخني ايه ده انت مش عارفه تخنتي. طب انتوا عايزين ايه؟ عشان كده بقول لك عمرك ما هترضي حد، لازم ترضي نفسك. طب نرجع للتمثيل تاني. فالناس عايزه، المنتجين عايزين يحصروكي في مساحه معينه. بالظبط، ومش دي المشكله. المشكله كمان انا ما بحبش التريقه. انا ما بحبهاش. في ناس بتعملها وعلى فكره وبحبهم جدا وزملائي وبحبهم وبضحك عليهم، بس انا ما بحبهاش. لان انا بقولك من تامر وشوقيه، كنت بقولك ان في تامر وشوقيه كنت جابوني عشان انا تخينه واوفر ويت واي يو سي ان ومعرفش ايه والكلام ده كله. بس في نفس الوقت اتخطبت انا واحمد مكي، وبعدين كان بيجي لي امير كرارة يطلب ايدي، وفي حلقه جالي فيها كريم عبد العزيز واحمد في المسلسل. يا جماعه في المسلسل عشان تكونوا فاكرين انها اتخطبت. كل دول طلبوني يا جماعه بس انا اللي قلت لا. فكسرت فكره ان البنت التخينه ما ينفعش تتجوز وما ينفعش تحب وما ينفعش تتحب. فده كانت اول حاجه خلتني امشي على الخط ده. فكان اي حاجه بتجيلي تريقه على التخ برفضها. اطلع اهرج عادي، ما انا ممثله كوميديانه عادي، اطلع اهرج ونضحك ونعمل كل اللي انتوا عايزين، بس اتريق على شكلي لا، انا ضد ده. لان ده اللي بيولد التنمر، وده اللي بيولد ان الناس بيدي الناس الفرصه ان هم يتنمروا عليكي. طب ده قلل مساحه الادوار ولا ايه؟ طبعا اكيد قلل مساحه الادوار. طبعا، بس انا من اول يوم بقول لك انا ام فيري بيكي، فما بختار بعنايه واتاكد ان ما حدش بيتريق في مشهد تاني عشان ادي امل للناس. والله بجد انا مش عارفه، بحس ساعات ان انا لما بتكلم كده ان انا بقول كلام مواعظ وكده، بس هو فعلا انا يعني زي ما انا يمكن كنت بتضايق لما حد يغلس عليا ولا يضايقني، فانا
مش عايزه حد يتضايق. بس مثلا في كوميديانات تانيين استغلوا قصه التخن ده، ويزو و ما انا بقول وشيماء حبايبي، وشيماء حبايبي طبعا، وكوميديانات جامدين واستغلوا ده حبوه برضو وبقى جزء من الكاركتر. معرفش لو خسوا يمكن ما يبقاش فيه جزء الكوميديا ده. ما هو كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. يعني في مثلا ممثل هو بيحب الاكشن، لو جيتي قلتي له هتعمل رومانسي اقول لك مش عايز، انا عايز الاكشن. فكل واحد بيمشي في سكه معينه وبيحبها بيكمل فيها، دي كل واحد ده اختياره. ما اقدرش اقول ان الممثل ده ولا الممثله دي المفروض يعملوا كذا، مش بتاعتي. بس انا كإنجي لا، انا ما احبش اخد الاتجاه ده. فاهمه يعني؟ كنتي قلتي لي ان انت جالك فترات اكتئبتي فيها، امتى وصلتي لمرحله التصالح؟ يعني امتى قررتي انا ممكن اروح لدكتور مثلا؟ لا انا رحت لدكاتره كذا مره في حياتي يعني، غير الدايت، غير الدكاتره غير ما هو ايوه دكاتره نفسيين طبعا رحت. ما انا ما بشوفش انها برضو حاجه عيب خالص، عادي على فكره، ده مرض، الاكتئاب ده مرض ولو ما اتعالجش صح ومع احترامي لناس كتيره، هو مش بالصلاه ومش من انا اتكلم مع حد قريب مني هو ده اللي هيعالجني. ان ساعات الموضوع بيوصل ان انت بتبقي محتاجه تاخدي دواء عشان تقدري تشتغلي على المشاكل اللي عندك وتتغلبي عليها وتعيش حياتك. واحنا عايشين في مجتمع متنمر قوي جدا، ذكوري جدا، غير انه ذكوري. سؤال بقى، وهم ليه لازم يتنمروا على الست لما تتخن والراجل يبقى ماشي بكرش وتخين قد الفيل ومحدش يكلمه؟ يقول لك عادي الراجل بكرش ده طبيعي، ده بس هو ابو كرش ده بيتنمر على الست اللي هي اول ما تتخن كام كيلو. حاجه رهيبه، عشان هو المجتمع، عشان هو شايف ان الراجل من حقه يعمل اي حاجه، اي حاجه غلط صح مش مهم، ماما هو راجل. انما الست لا، بدليل ان انت الست ما ينفعش. احنا لما انت مش انت ساعات بيجي لك شغل وبترجعي متاخر، زمان كان دي مصيبه طبعا. يعني الدكتور ساعدك ازاي؟ ما اعرفش ساعدني ازاي، بس اشتغلت على حاجات، اشتغلت على نفسي، اشتغلت على المشاكل اللي عندي، خلتني اعدي بحاجات كتيره جدا. ومن هنا بقى في دايما في حاجات بقدر اشتغل عليها وفي حاجات بوصل ان انا ما لازم اروح لحد. يعني ايه اشتغلتي على نفسي؟ كتير بسمع الجمله دي وناس كتيره ما بتفهمهاش. يعني مثلا فكره ان انا اتقبل نفسي واحب نفسي، ده جزء من ان انت تشتغلي على نفسك. ان انت، انا مثلا من الناس اللي ممكن عادي جدا اقف قدام المرايه، هو انت ايه اللي وحش فيك؟ انت مالك كده؟ ما تظبطي كده، ناقصه ايد، ناقصه رجل، مالك؟ ما انت كويسه، ما انت حلوه. يعني ده جزء على فكره. بتقفي تكلمي نفسك في المرايه؟ انا بشجع جدا ان انت تقفي قدام المرايه وتكلمي نفسك يا شيخه. والله العظيم دي فكره بقى. وتردي على نفسك، تكلمي نفسك وتردي على نفسك. تقولي ايه بقى؟ اعملي لي الحوار يعني. يلا انجي واقفه قدام المرايه اديني الحوار. ما اعرفش يعني، مثلا ساعات بيجي لي احباط كده، او احس مثلا ان انا وحشه او ان انا تخينه فمش حلوه، فاكلم نفسي اللي هو انت ايه اللي ناقصك؟ انت مش ناقصك حاجه، شكلك كويس، متعلمه كويس، شكلك حلو، تلبسي حلو، فين المشكله؟ فبرد على يعني برد على نفسي، انت عندك حق، او لا اصل بتبقى لازم في سيتويشن معين مش عارف اعمله دلوقتي، بس اللي هو حاجه حصلت، موقف حصل، حاجه خلتني، كان جاي لي حاجه وراحت مني مثلا، فابدا يعني اقلل من نفسي، فلازم ارجع تاني اعزز نفسي. فاهمه؟ الجواز والعيال انت عندك ولد وبنت؟ كام سنه؟ سبعه. اسماعيل لسه تم سبعه. ده اللي سبب في مناخيرك اللي كبرت وما رجعتش. حبيبي هو سبب مناخيرك. ربنا يخليه. اسماعيل سبعه ونازلي سنتين. سنتين. الجواز والاولاد ضمن بقى الباكج ده عامل ازاي؟ بيديكي دعم نفسي اكتر ولا كمان بيديكي اعباء اكتر ولا ايه؟ لا هو زي اي حد مخلف طبيعي، في البريشر والاعباء والمشاكل والمدارس، والمدرسه دي طالبه مش عارفه ايه، والنيرسري طالبه مش عارفه ايه، وانا لازم احط فده البريشر العادي بتاع الامومه. بس لا العكس، هم بجد هم السبب ان انا بصحى كل يوم عايزه اكمل يومي. الله، هو ده بجد يعني، مش اي حد تاني.
ربنا يخلي لي اهلي وجوزي وكل حاجه، بس هم فعلا هم دول اللي اللي مديني سبب اكمل في الحياه. بيقولوا لك مامي انت احلى حاجه في الدنيا، الحاجات اللي نازلي لسه يعني. بس انا بحس، انا حاسه ان نازلي هتبقى درتي عشان بس تبقي عارفه يعني، واضح ان البنات بيتولدوا كده. بي ما عنديش بنات فما اعرفش. لا ولد بس. فالولد طبعا مامي انت احلى حاجه في الدنيا. انا وانا بجهز عشان اجي مامي يور سو كيوت، احلى حاجه. بروح ساعات اقول له ايه رايك لبسي حلو، يقول لي اه. ساعات بيخليني اغير هدوم، ساعات يقول لي مش حلو، مع ان انا ابقى شايفه انه حلو. بس خلص وانس قال لي يعني، جوزي لو قال لي مش حلو عادي ما فيش مشكله. عادي. يعني لا انما انا حاسه انه حلو خلاص. انما ابني لا، لازم اغير هدومي والبس حاجه تانية، وساعات بخليه هو يختار لي اللبس. كويس، ربي له الذوق. نازلي يعني بتربيني انا الحقيقه. ده لسه، ده انت هتشوفي البدع. بدع. لا لا، البنات غير الولاد. انت فلت. اصحابي بيقولوا لي انت فلتي. فلت. ايوه فلت. قولي لي انت من اي مدرسه تربيه بقى، التربيه الحديثه وكده، النقاش وكده، ولا عقاب جراوندد مش عارفه ايه؟ لا ده في مدرسه ثالثه بقى، مدرسه الضرب. دي مش دعوه بيها خالص. بس انا ما بين الاثنين، ما بين الجراوندد والعقاب، وما بين انا ببدا اناقش، نبدا نناقش 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 لحد ما بنوصل اللي هو بيكوز سادسو. انا كده، هو ده النظام. ولو ما اتعملش ده مفيش لعب، مفيش مش عارف. ما هو في ات سام بوينت لازم نوصل لحل. يعني مش، ما احنا مش هنفضل في النقاش، مش هنقعد نناقش كتير يعني حياتنا كلها يعني. بس انا مع التربيه، انا اهم حاجه عندي دايما، ودي نفسي لو كل الامهات والابهات يعملوها، يقولوا لاولادهم بحبك، ويحضنوهم ويدوهم بوسه بجد. بتهيألي ان دي هتفرق في نفسيتهم كتير قوي، حتى لو بيتخانقوا معاهم، حتى لو ما بيسمعوش الكلام، حتى مجرد الحضن والبوسه وبحبك او بحبك وفخور بيكي، فخور بيكي او فخوره بيكي، دي لوحدها عند الاولاد بالدنيا. انت عامله برنامج على السوشيال ميديا برضو اللي هو يلا نتكلم. بتعملي في ايه البرنامج؟ بصي، البرنامج ده فكره صديق ليا اسمه طارق حسني، ومعانا ناس كتيرة، وعزة أمين وتامر عشري وسامح حسين هو البطل اللي معايا. هو فكرته إن وفي أستاذة نهى طبعا بتتكلم عن هي دكتورة، هي يعني أخصائية سايكولوجيست. يعني أخصائية نفسية. أخصائية نفسية، فهي بتعالج كتير موضوع مشاكل الأولاد وكده. فلما طلعوا بالفكره دي، فكرته ان احنا نوري الناس بطريقه لطيفه خفيفه المشاكل اللي ممكن الاهالي يعملوها مع اولادهم، وبعدين نوريهم اوبشن خيارات. يعني خيار حلو ازاي نتعامل مع هذه المشكله. ونهى بقى بتتكلم بعد كده على المشاكل دي، ومش اصلا مفيش، انا مش مقتنع في حاجه اسمها صح وغلط. بس في غلط قوي يعني، في غلط امتى قوي. امتى غلط اسماعيل عمل غلط يعني؟ امتى تقومي بقى تبقي خلاص عصبيه جدا عليه؟ ايه اصعب حاجه بيعملوا فيكي ايه يعني؟ لا يعني الشقاوه بقى. لا الشقاوه عادي، انا متعوده عليه. لا لما اقول حاجه وما تتنفسش، وافضل اعيد وازيد واعيد وازيد. وجوزك الاب الحن يعني الصدر الحنين بقى هنا، ولا انت اللي صعبه وهو لا يعني احنا بنلعب، عارفه لعبه البوليس الحلو والبوليس الوحش والكلام ده، باد كاب جود كاب، احنا بنعمل ده شويه. فبس فبقول لك، فالبرنامج بقى هو فك ازاي نعمل نربي ولادنا بطريقه هاديه. بس بتلاقي في السوشيال ميديا حاجه انت بتعوضك ساعات لما مثلا الادوار تبعد شويه، او لما المسافات بين الادوار تبعد؟ انت مش، انت بيكي بتختاري بصعوبه، وبالتالي مش عندك غزاره في الانتاج شويه يعني. كان عند جالك فتره كده تك 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 كتير كتير كتير، وبعدين شويه الدنيا هديت. بتلاقي في السوشيال ميديا ده بديل، ولا يفضل التمثيل هو الشغف؟ لا، التمثيل حاجه تانية. انا ممكن ابقى مولعه الدنيا وخناقات وضرب وعادي وعصبيه وجنان، اقف قدام الكاميرا في تحول بيحصل. انا بحب التمثيل، ومش عارفه يعني بيديني كده
احساس مش عارف انا يمكن انا كمان ببقى برودكتيف اكتر وبشتغل اكتر في حياتي في البيت مع الولاد وكده وانا بصور طبعا، مع ان ده اكتر وقت المفروض ببقى تعبانه فيه وببقى مش قادره وبنام قليل، بس لا تلاقيني بدي كل حاجه عندي وقت التصوير. بس ده الام العامله كلها كده بتحس كمان انها اولا طاقتها عاليه وانها عايزه تديهم كلهم عشان ما تشعرش بالذنب ناحيه كل احتمال احنا طول الوقت بنشعر بالذنب، ده اكيد يعني مفيش ام ما بتشعرش بالذنب خالص مهما كانت. حتى لو انت مش بس اشتغلي دلوقتي مثلا ما عندكيش شغل حاسه بالذنب ليه؟ عادي ما قضيتش وقت كويس مع الولاد، ما رحتش معاهم التمرين، ما عملت لهمش الاكل اللي بيحبوه، النهارده انا مش قادره اعمل اي حاجه، مش قادره العب معاهم، مش قادره دايما هيبقى في حاجه تخليكي نسيت. عادي جدا ابني مثلا يبقى عنده لبس معين، عاملين مش عارفه احتفاليه بايه في المدرسه، انسى فما جهزش اللبس بس. فيروح المدرسه الاقي على الجروب يا جماعه النهارده ام صاحيه قايمه لابسه واخده الحاجه رايحه المدرسه عشان هو ما يحسش طبعا، وبعدين ارجع اقول انا ام وحشه قوي وانا مش مركزه مع اولادي. فطبيعي طول الوقت طول الوقت هنبقى حاسين ان احنا مقصرين مع اولادنا، بس مفيش ام وحشه طبعا غير لو ام بتعذب اولادها، بس لا دي خلاص دي ام وحشه، دي اكيد وملهاش مفيهاش نقاش، بس غير كده مفيش ام وحشه. بس المجتمع دايما عايز الام المثاليه اللي هي متفرغه للولاد المضحيه في حياتها. مفيش حاجه اسمها مثاليه، مفيش حد بيرفكت، ربنا بس هو اللي بيرفكت. بتبصي لوشك في المرايه مثلا كده وتقولي ما انا مش بيرفكت زي ما انت كتبتي، انا مش كامله الاوصاف طبعا، لكن لازم تتعلمي تحبي ملامحك وتحبي شكلك. ايوه ساكلك. بنكبر على فكره احنا مش صغيرين وبنكبر صغيرة. مش صغيره قوي، ما انا داخله على 40 انا مش صغيره قوي عشان ماشي بس مش صغيره برضو وعندي طفلين، عندي حياه، شعري بدا يبيض، وشي بدا يبقى فيه تجاعيد، بخس واتخن فوشي بيقع ووشي بيعمل، صحتنا ما بقتش زي الاول. خايفه من الـ40؟ لا خالص، لا مش عارفه مش عارفه اتخيل رقم الـ40 ده بيقلقك. بصي انا الحاجه الوحيده اللي مضايقاني ان انا كل اصحابي وقرايبي بقعد اقول لهم انتوا بقيتوا في الـ40، انا لسه في الـ39 دلوقتي هبقى خلاص زيهم. فاضل تكه هبقى زيهم. اه هي دي الحاجه الوحيده مش هتعرفي تخزيهم. ايوه مستنيه بقى لما يخشوا في الـ50 ولا ايوه لسه بس لا احنا ربنا خلقنا بنكبر، بنبقى صغيرين وبنكبر، تخان ورفيعين، سمر وبيض، كل حاجه ربنا خلقنا مختلفين ولينا مراحل في الحياه، ما ينفعش ما نحبش المراحل دي، لازم نحبها، لازم تحبي نفسك في كل مرحله في حياتك. بس هو الناس كلها فاكره ان الحياه لازم تبقى مثاليه، لا الحياه مش مثاليه، مش لازم تبقي بيرفكت. ممكن تفكري في لحظه انك تعملي عمليه تخسسي نفسك، تخشي بنج وكده عشان تخسي؟ اه ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لو انا عايزه حسيت ان خلاص حياتي واقفه على ده هروح اعملها. عايزه تكوني الفيدات الحلوه اللي في يعني أنا ممثلات حلوة. انت حلوه، انا حلوه، انت برافو. وفيدات في حياتي المنتجين مش شايفين ده براحتهم، هم شايفيني في حته معينه بس، اوكي فاين اي دونت كير، بس انا شايفه ان انا فيدات، انا شايفه ان بره عادي جدا صح. في اتخن مني بكتير بيعملوا بطولات صح. لوحدهم بيعملوا افلام بيعملوا مسلسلات والناس بتحبهم عادي. أنا أعتقد إن ده تقصير من الكتابة، تقصير من الرؤية، استسهال. تقصير واستسهال إن هو إنجي نحطها في المكان ده، ويزو نحطها في المكان ده، شيماء نحطها، يعني إن كل حد له مكان طبق الاستيريوتايب اللي هو بيحطه أو التصنيف اللي يعني مثلا هو شيماء لو حطوها في دور كوميدي من غير ما تتريق على تخنها هيبقى فيه مشكلة؟ مش هيبقى فيه مشكلة بالعكس. وهتضحك جدا، هي دمها خفيف وشاطرة وهتعمله حلو فظيعة. فهي الاستسهال، انا ضد الاستسهال. رساله بقى لكل البنات اللي بيتفرجوا علينا، انت جميله زي ما انت، ما تخليش اي حد ياثر عليكي ولا على حياتك، حبي نفسك بليز، عشان لما هتحبي نفسك والله العظيم حياتك هتبقى احلى واسهل بكتير. ومفيش حد بيرفكت، ومفيش حد على سنجة 10، ده كل ده مجهود على فكره يا جماعه برضو، يعني عشان مجهود. البس واعمل شعري واحط ميك ده كل ده لزوم الشغل، فزي ما اي حد بيصحى الصبح يروح شغله احنا بنعمل كده عشان نروح شغلنا، فمش ده البيرفكت ومش ده الحقيقي ومش ده الطبيعي.
احنا جمالنا طبيعي زي ما هو، فحبوا نفسكم زي ما انتم وما تخلوش اي حد يأثر عليكم. بس ميرسي يا انجي. ثانك يو. انجي وجدان ورساله مهمه جدا. فنانه ولكن عندها وجهه نظر، عندها وجهه نظر فيما يتعلق بالحياه وبالفن وكمان بمشاعرها ناحيه نفسها. ميرسي يا انجي. ثانك يو لميس. ميرسي. بشكركم اعزائي المشاهدين ونتقابل بكره باذن الله. هذه لميس الحديدي، صباح الخير.